الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني في الله، وحاول ما شاء الله نسوق نمد حارجين إن إلهي سبحانه وتعالى إنه نوع جرسيه، وحاول إن يدا وحاول أجد وحكي فرد إن يدا روح مو من خاء وحيون يوم أنا مرينا وحنا نمد ماشي أنت النبا أنا الوحدة إلي سنه والمسائش الله هذي طون علمي أنكفى إلي سنه ما شاء الله. وبيت من بيوت الله تعالى وقولي قولي قوليها إلهي كم ذا ما لسك عالية مسا كلابة مسا مارتي معها ومسجد حوار وحمو قطع مارتي هنا مارتي بوق يسري حدي وعريري وماشا كم مغضا دادك ما ماشا كوي مسايشة كوضا الله يوح طال عراض وضحي سماها طال حمان وضحي سماها مسايشة ديني قائني لقوضا الله وحرار سوى جيري ويان إلى يوم القيامة وجيري وحسك عالية ويان هذه مارك المسألة الزواج فرما أنا هذا الوقت كنا لوقا منه ولا قوة هذه وحبي راتي مارك فلات هي دباتي هي شداء مشل مجلسه وهم لقطة تكتب اللي يرضى هو إلى بوق ودان وما تغير مسكت بوق قطع عري ديو مركا فهل يكون صنع لنا مسألة دا أنت لقى هذا يقول له من حكم بلوس سمي وارن تزيده ويا مارك سيف عن يا إذا كان هذا دوران مسويه تلعبه قاعد دوران يا إذا شيء دوران كليه وحال إذا شيء هنا وهذا أن يكون وانين هنا هنا أن ما رفعي سريحة يبوخا يعريرا يجلاش الأسماء ذي اللي جايو مسك ميكروفون كيس مال كستو مسك أسفل يستو جاريا وحلوتا هي هذا تذكر إني ماشي الأسبوع سو ما رفع الأسبوع عريض وحلوتا هي معها ماشي ذاك يميد وهذا العلماء وهذا الأولياء الله وح احترام قول إليهم وح ماشي هذا حمان وطيع مسلبات وطيع مسجعفات وطيع مسويح وطيع مسافلات وطيع لمجرو من كسر مركو مسألة كهذا جايو سيد أسأل أي لقطة هاي ومن عاير وش يا مركو دوار عاير مخبها يا مركها وحيلتها يا رنت هذا سنة واحد هو النصيصة معها وهو يوحي اللي فإذا يسأل لها أيضا فإذا إله الله ما يسأل سنة واحد هو النصيصة صح معها حتى بوق ما يري ولا بوق يا سيا واحد والله نروح مركو هذا يسأل وفا أي سنة يا يعني وهو يا رنت رنت معها رنت وحيلتها ما رتي جلالة الله بحلو بنانك ساحة عسكت له نقول بعاير عسك مفاسو نقول بعاير مكرفون كيس ماشي هكذا يسلو وذكتي المارد إلهي سبحانه وتعالى مركو فهد لي مارتي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب شعائر الله وحكم المساجد إذا كمدة وحكم الله وحيانا إلهي هو إنه يقوم بكمدة هذه المساجد أكوك وغنوه مساءً مارت غيلك أنه مساءً شدك أنه وحاصح له بهي معها وحي الإسكوية منه معها وكب حصنت وحي الإسكوية منه وحكفه وكب حصنه ويان أنه أنا يو إسماعيل إسماعيل حسن وحانا له حلساري إنان مارتي برنامج أنا صوت يارنه إلهي نولوك له سبحانه وتعالى وصوت يارني حتى لو حكي وهذا جلدي مشوت بيسو جوا متبلم طالع أنت يا كسر شقيني لا شدي هرني وأنت أنك سوداني مسلمين ترى أنبلا ليسو بيان إنه ما أرتي بين اللحظة الأخرى وتها الله وتوا حزمه وتسعى إن كفى ليسنا وحاضر حاضر كنا ما أرتي نيا خلاص سافرت وحنا ما أرتي بس ولا لحظة أخرى هنا إني ما أرتي كذا الله بحه ما سهل مسك الله فريستو آير ما أرتي شو دلعان ما أرتي سيبنا سن لو لو ده يصير تونا وين ما نيجي نو كي مارتي أرنت الله في الكاره أرنت المامون كذا لها مرتا أيها المرء من دوران أو أرنت نجلا وريج دوران أرنت مرتا أيها نجلا وريجا نا أيها أم بامارتي مسؤول كا وحينا أي ربان يا نجام في ربان أيها عادك يا وشوي دوران لكن نيك استوى عادل هذا هو أركيا سيدا هذا هو ويا إنه مساحين مرتا بالآن فكر رصيد أو حيرة إنه مرتا مرتا أولك إسماعيل بن مارتي بوري جنا يا سيدا الحوار مارتي ويبي وكار فاين شو صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ سو شيغيو انا ودنا نو مقتما مانتا ان ان اسكو ايمانا وحياه بدن او واقعه او نولشانه دي او هبين يا مالينه اي كان ورتي ان وحياه لبلب 3 3 انت ميل اسكو تاغ لا ودا هادله انت بدن انا لسك دادعين كره حقي حقو وداد انت انا نهين سعلميسن وحلا سو شيغيتر لكن وي دعلي هذا وحان سمعيننا لوضع لوضع قعنا مؤران كرا لوضع قيبنا مؤران كرا لكن ولادها هذا لوضع قيبه وما أنت دنيا إني سمعيان مناقشة علمية أنا وحط وحان أنا أبدو منها يا حاكمنا من نقوم كري وحان الله قوة هذا الله هينا intiin badan baa iga taqaanaan oo diinta intaan ka garanayaa inta Soomaalida oo badan tahay weeyaan oo dadkii wada maxay ay ku saqafinkii intay joogan
waxa weeyaan inaanu nidaamka iyo aadaabta munaaqashadanayto aanu ilaalinno oo si wanaagsan ay qolo kasta waxa ay dooni inay si cilmiyaysan ummaddan islaamka meeshan isugu imaatay ee ugu sheegto afkaarta ay ka qabta daliilkeedana qur-aanka daliilsanadan xadiidka daliilsanadan qolo kasta inay u samayso si aadaab leh. waxaan idiga codsanayaa dadkiinan meesha imaaday oo dadka dhagaysanayo, waad dhagaysanaysaan, waxaad jeceshahayna waa dhagaysan, waxaadan jeclaynna waa dhagaysan. waxaad samaynaysaan ood ugu kaalmaynaysaan inaad afkiinna qabsataan, dhegihiinnana furataan, cilmina qaadataan. wadaadaha munaaqashadan cilmiyaysan isugu imaadayna waxaan ka codsanayaa wixii ilaahay idan baray, wadaadihii hore idan soo bareenna ay idan bareen oo diintaanada ahayd oo ka generation generation la iskaga soo gaaray, inaad dadka u gudbisaan idinka oo address garaynaysaan dadka, idinkoonan idinka is address garaynaynin. maxaad annagoo maahanin maana hebel iyo hebel baa iska soo horjeedaa, isnacab iyo hebel iyo hebel baa heshiiseen tahaa. waxa weeyaan waa nin kasta inuu heshiis leeyahay nabaa jira, nin kasta inuu sien maaragtay ayn isla socon karin nabaa jirta. laakiin arrintan waa arrin ka weyn, waa arrin diini. dadkaad u gudbinaysaan, ninna cayni maysaan, ninna afxumeyn maysaan, ninna aflagaadin maysaan. wax allaala wixii xun oo dhanbo waa inaad ka fogaataan, ood un wixii ilaahay idan baray aad dadka u sheegtaan, qoladana ay sheegtay, qoladana ay sheegtay, annanana aan dhegaysanno. waxaan ku bilaabaynaa marka ugu horeysa labada wadaad oo hawshan qabanqaabadeeda ka shaqaysay aad inay horta annaga nagu soo wareejiyaan si rasmiyan, markaa kadib aan qolo kasta u ogolaano 10 minute oo ay ku sharaxayaan masaa'ilkoodii iyo mas'alada hadda u soo horeysa oon idiin sheegi doonno. markii 10 minute ay dhammaato, qolo kasta waxay leedahay 30 minute oo haddana ay wixii ay ka qayb qaadanaysa munaaqashadii. hal qof hadduu 30 minute hadlo, laba qof hadday hadlaan, 20 hadday ka hadal siin karaan, 30 minute markay dhammaato waan garaacayaa, waan ku joojinayaa. haddana markay 30 minute laba qolo kasta 15 minute oo kale yeelanaysaa iyo 15 minute oo kale, mas'alo kastana 14 mas'aladood weeyaan inta waxaanu ku haynay. mas'alo kastana 2 saacadood ayay ugu bannaan leedahay, ugu bannaan. laakiin haddaa laga soo koobin karo oo laga soo gaabin karo waa sidaa iyada, haddana way ka sii fiican weliba. isku afgarashana meeshii ma aha, inay heshiyaana waan iska dhaadhicinay. shacabkan iyo ummaddan islaamka ayaa laga dhaadhicinhayaa wax kasta. haddana dib baa la iskugu fariisan oo siyaabo kale oo maaragtay oo idaariya baa loo samaynayaa. laakiin waxaan ku bilaabayaa sheekh Ismaaciil Xasan Daahir. sheekh Axmed ayaa maaragtay ugu kaalmaynaya hawshan, sheekh Daahirna asagana in yar ha idiin sheego. walaalayaal dhammaantiin waa mahadsantiin. runtii waxaan aad uga xumahay arrintan oo aynu maanta isugu nimid. dhinac waa ijaabi ka tahay oo aad u fiican tahay, laakiin dhinaca kale arrimo badan oo ka muhiimsan ayaa jiray oo aynu wax ka qaban karnay, sida ay Faarax iyo Sheekh Inawacdiyo ay sheegeen. aad iyo aad waxyaalo ina sugaya oo fara badan ayaa jiraya, waxaas inaynu wax ka qabanno ayaa loo baahnaa. laakiin waxaynu isku mashquulinaynaa mar kasta wax yar oo aan xal badanna laga sii gaadhayn. waa sida aan u rumaysnahay, inkastoo dadka qaar badan ay leeyihiin sidaa ayaa fiican oo waxaba laga yaabaa in horumar iyo is-afgarad laga gaadho oo maaragtay ay noqotaba tii uu noqon lahayd. culimmada soomaalida laguma aqoonin dood macaan oo fiican iyo maaragtay xiwaar banna ah, waxaa lagu yaqaana uun sida aynu mooryaantaba u wada nahay inay uun isxagxagtaan oo kii qori haystaana uu qorigiisa wax ku dilo, kii masale yaqaanaa uuna masaladiisa wax ku dilo. sababtay tahay waxyaalo badan oo dhaqan inu ahaabaa jiro oo fiqatulki kama janno tago, waa mooryaantan uun waa wax hore u soo baxay, waa wax jiri jiray,
مثلا مركز الاسكو قبطانا نوى لما نكر ريركوضا وعلم البدن بقودو ننجري ميلا شندري الله لغينا مركز الدنيا جري هدوه هبني نقام قيه والي نقهي مركز تاني وحانا ملينا يا إن شاء الله إنا ينقون انت تو إنو نقوط معرفة فريه خيرك إن شاء الله علماء مركز حكا عطسنا إنا لوضع إنا عضا سي أسلوب في عن ويكجرتو معرفة كرامو إسئلالين إسقدرين ونوى لما آخرين سنة إلا شان أيو هاي اللي ماشي محل السوقي جميل أو إنت أنا أو مظلة السوق كاني ووقت اللي يسوق دمية إيه وإحنا كلا فائدة يشتو إيه اللي خسرنا وما ينعنى من وحنا قعدنا إن الله بدأ ينعوى سكر عمله إنه نوى اللي مسألة ديسا وأصابا اللي هو مسألة داس وحوى قف والبا وحال جرها الأدلة ديسا وقرآن كوه الرأي حديث كوكحوا قياس جماع مسائل كاس إنه ما أردت يسود اللي شدو إيه وإحنا كلا علماء الإسلام كأي مرتك قرآن الإسلام si marka una isagu raayigiisa iyo ruux hadal ugu qaloocin waxaas kala dhawaa in laga fogaado oo loo soo noqdo alkitab wa sunna labada dhinacba taas ayaan ka codsanayna waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in ay misalad damba oo isku laaya in jiri doonin oo hadda kadib ay misal fiican oo nadiif ah ayno wada hadlayno dadweynaha waxaan ka codsanayna qofka taleefan haysta inuu iska damiyo وحا ليلاه تكبير إيوه الله أكبر إيوه إنه جوجيو وإنه دعم وحايا لقوله هذه المسألة أو أعرفته إنه كوحدي أي لجرتي أي المسألة لا كوير هباي سنتهاي هذه تكبير لقاضه ووحا قليل كرا إنه إبعاتك كنتو مارك وحي على هاسنها اللي قفوا قادو نوو اللي مصير شرف له وكرامة له هو دقيستو مسائل كالموضوع وحايا داهين وحا الله وحي اللي اسكو لقوه شيو هالكاسا لقو طافيا قولوا المسألة هذه كنتو ويقصر قلنا كلا ترى حلا كما قبنا ولا جد بيا لكن مسألة اللي به الشيء وهذا ولا إسكو أفكارهم وهذا أيا وحاء أباهن تاي إن ما أردت حلا جد قارو علماء وحماش أنو قرن مسألة داس أدي حلا جد قارو وهذا ولا إسخبار يا ولا مبهلون يا تاس أيا ما أردت ماشي مرك كجرتا وح كلمة هو الله جنحه مدة مبجرتا تان حلا بنك جاري دونا إن شاء الله وحنا رجيو قبنا إننا علماء الله ولا إن عملنا إنه باهم مباهلية إسهابار أي مماشن كلا تغنو إنه إسود عفني إنه هذا كده مارة ملك سوى الجسري إنه هوش المانطة أي مكهد إن أي مكهد دونيلي مسائل كواوين يا عالم الإسلام بربر في المانطة كود عاي إي خاصهان قوسك أي مكهد لنا صوماليا هماش أمريا إنه حق أوك عنه أو مارة إيقا داغانا أنشاء نجو جنا أنك شقينه إلا أنكاسا كوين أو مارة وديك إسلام داغان إنتاس أيان مارة أمي ذن لها وبالله التوفيق علماء ما عين هذا بحني ذي يرينا يا نسك ما يعني لو تمت مثلا من كروس أنا مال بأمة يعني قبل ما يدوم علماء وحويا شيخها قيبتا وحويا كسر عظم وشيخ شيخ شيخ وحويا شيخ عبد العزيز شيخ شيخ محمد يوسف شيخ عبد الله علي شيخ صالح معلم شيخ شريف عبد الله شريف حسن شيخ عبد الكريم حرسي شيخ عبد القادر حاشي علماء كلامنا وحويان شيخ آذن عامر شيخ محمد شيخ عثمان شيخ محمد عبدي أمل شيخ عبد الرحمن مرسل شيخ حسين إبراهيم شيخ حسين إبراهيم برالي شيخ حسن حسين يا شيخ معاوية حاج محمد وحان لما من ركدوا يعني بالله أن استفاء عن بختي وأنا أحسن أن أوفيرنا exactly 25 past مركا واسو إدين شيخي شيخة إسلام لمانا سكولالي وحي علمي يا ثقافة كجرا إن لغا دوضا أو لغا هادلو أو الكورديو ووح ميسي كجرا مركا سو شيخ دي شيخ let's fit this وان تنع نقارن إن اي تهي وح أقوان تهنا ذا كوردين هاي سو شيخ نظام يرعو عرق ما يلان إن هدي تكبير وحيابك العبقى شرعيقا هدان أنك وح رولسك عنهم إن هرقلنا بنانك الله بصاريا بوق بوق يا قيلي يا وحبا منا يا يندعي سفاء سي ما عرق تسيد أبو ونكسن عن أوغا ما عرق تفايدسن وإذا ما سنتين
waxaan ku hormarayaa aan u yeeraya sheekh cabdilcasiis bacda itnayn daqaaiq kida inuu asaga uu sharaxo horta toban mirin uu ku sharaxa masalada hadda u horeysa waxaa weeyaan aqsaamu tawxiid. أخواني جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام سيدة دكتهين وهذا يعني مارك للشيخي الشيخ يهري هذا النوع عديي أما هذا مش هأخذ عن هذا الشيء غورك قيبنا يسعي الشيختي وهو إن يعني هدوء وحلي لا حصل أن لازمنه وماشان عينا نكدقين من دي من دي كتاك عينا نغنين نولي با إلهي وحصوصته إيه وحو هرمر سن هايو إيه وحو مدن إسلام كاو تلقى لهي وشيقه هايو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد بري وحي نفت هذا أظهر برسانيسو ومد إسلام كانت كهو قامنيسو إن أظهر شيكتو يا لرحبا منا هيك سيان كهض لينو يعني طوان دقيقان لها يدي إلا دفتنا ونركينا هذا مسائشي لقاهد لها يماءها وحنا دعني قلها وهي رخصه الرئية يا رحبا إنا وحك الشيهو وحاولي من أيسر من سعيش كلي إن شاء الله تعالى سيدي إلهي القرآن في سكريمك وكيري يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. آية داسوها سورة النساء سقالي كنتم آية دعاه إن أنا استعمالي النهار توائنا لأجاده ووحدا في الدورين وحسبها هذين أي تهي وحن إلهي كتاب يسوع علينا رسولك السنة سنة علينا إلهي أدعي عديسي إذا رسولك أدعي عديسي أدعي الله وأدعي رسولنا عن قبصنين ساس وينا نرتب القصعنا ورسلي إن الله الشعري ونسيق مرتع صحك نقوم كرتبا انت هذا في بدبو واحد ام وقتا ان الشيء اي هي ما هو ها لو قول واحد اسمه ديريس او تدبد لا سو قري وهي بغعيه وجهين او اي نقطه لو قول اسك سو ليدي انا وحان دون هيا ان ان ما هو ها مغعيه ان كلا شيغنو anu magaan leenahay aan sheegno qolada kale ee hadan la fariyay magaceeda ay sheegto labadaas ismi aan hawra ku gal la dibadeedna oo aan saas ku anuu sheegayna anuu insha Allah ta'ala waa abtir sanayna waxaan lahayn waa sheegayna qolada kale saas aanu abtir sa ma karamna saas aan ku soo ku hawra la dibadeed laba qof magac yahay aanay taasnaadaan feebel haab leena feebel aan iyada leeyahay ay saxo aan saxo hada Allah waxa weeye anagu halkan taa ka hadalay ilmisa isu wali noo dambaysa munaqashada laakiin ahay horta waa inaan magac asagnaa anagu horta waxaan leeyahay ahlus sunna wal jamaa magacaas yaan leenahay oo noo diiwaan gashan waxaan hadda maanta irtijaal aan bilaabayna maaha oo ku jira hadii ilaahay inuu ah sharci ahus ku jira oo meel walba aan looga yaqaano sharci ahus ku jira ahlus sunna wal jamaa oo ah kasi abtirso alsun wal jamaa kalima oo ashcariya madhabka ashcariga la yidhaahdo oo ah kolka caqaa'ida weeye ashcariyade madhabka shaaficiga la yidhaahdo anagu calaa ahlusunna wal jamaaca calaa dariiqati lashcariyati lshaaficiyati yani waxaad mooda hadalka in aad loo garanin maqnasida hadda ikhwaanka bacdooda ishaareen anagu magacanaga أهل السنة والجماعة على عقيدة الأشعرية أشعرية عقيدة
على مذهب الشافعية ساسا يعني قصة عنا أشعرية سوءة ذاتك رسول الله جاء فرق الإسلام كوا وحد ما أنت بلوين والسود دي وانقلي وهاجرت سببتي الشيع وهاجرت هديل لمن لي إلى هذا مرجو وهاجرت لمن لي إلى هذا محوها ما كل ذي هجري يغصن يغصن إذا دجنن نذكرت الفرق وانقوها يا نمكش على إلى هذا الخوارج بكو حكتا المرجئة المعتزلة ومبادئ كل وغران الجبرية الجهمية الغدرية أهل السنة والجماعة وأشعرية ما تريدية أنا وصل كانت طريقة تتكون وعند دون هنا عربي نقول شيء هو في صومالي نقول تفسيري تتكون أهل السنة والجماعة من فريقي الأشاعرة وهم أتباع أبي الحسن الأشعري والماتريدية لبضع سيكو بيهن أهل السنة والجماعة والماتريدية وهم أصحاب أبي منصور الماتريدي ما قال الماتريدية كل شيء كان طريقة أهل السنة طريقة جدك أي كسو عضاء وهوي في فهم العقائد ما كان عليه السلف الصالح طريقتهم هكذا ما كان عليه السلف الصالح ومحوها وحي أهل السلف الصالح جعلوا القرآن الكريم المنهل الذي يلجؤون إليه في تعرف عقائدهم قرآن الكريم كه ويماشى أي كعب هيان ويقول المقون هيان عقيده ولاس معرفين تاني الشيطان كذا عربين هذا كل شيء بلغون جعلوا القرآن الكريم المنهل العذب الذي يلجؤون إليه في تعرف عقائدهم فكانوا يفهمون عقائدهم من الآيات القرآنية وهي آيات القرآن فهذا إشكال قال وما اشتبه عليهم منها حاولوا فهمه بما توجبه أساليب اللغة ولا تنكره العقول من أبكى أهل السنة والجماعة أنا أنفسه عنه وأشعري إذا ساس العربي هان أشيقه وحوي وحي ضرب هيان هدي أي آيات القرآن كا سيدي إيقا أي دون هيين عقيد ويقص عمو يدو وهي فهم يقول نقول هيان اللغة العربية وهي أي كانت أساليب تيدا وعقل بن أسرين كيرينين و ساس وي هالكوده وانت عذر عليهم توقفوا وفوضوا هدي اي لغدي يا اساليبتي اي نقدين اي وهم مسعون ويانا وكا مسهيان الى او بنديه وهي له ارنكاس ايات كان لو ما هي احاديثنا لو ما هي ان ما هو اها عقوشي اساليبتينا وهب كما كما هينو ان امركاس الى او بنديه هلكاس كجوجينيا وهي عقلغان وكين وايو ان ما هو لغدان اي كين ويدو قرآن في أحاديثنا أي كين ويدنا ساسي وقع مصهيان وإله بأبن لغيان جماعة سيدها ما هي صوت الشيخ عبد الحسن الشعري أنا أقول أكثر سنين قرني صدحات يقولون المفضلة كمدعها وي أبي الحسن نك لي على شعري أو يعني هجرة أول إشي في قرني صدحات إلى القرن الرابع أو أي فوق هذه المحدثين ته إيوه بل في أي قصعته وبالجملة فغفرك أهل السنة طريقا وصدا جمع بين العقل والنقل ولم تختلف مبادئهم عن مبادئ السلف الصالح وما أعلنه الفقهاء والمحدثون والأئمة المتبعون كما إن نزول يكون هذا عن جدك توصن ونحن هذا وعقلك هي النقل اللي بدأ في جرة وهي اللي صور آيات وراك الرسول وهي عقلك المفهمك رب مبادئ يقولون كما أين خلاف سلف الصالح قرونتي بفضل رهيب ومعها أصحابتي يتابعينتي يتابعينتي المفسرون علماء المفسرين والمحدثين ومعها وعلمة الأربعة وهي صلى الله عليه وقربه صدحات وقرونتي بفضل رهيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي بعد ما هذا سكاله إلهي ما هذا جاده الذي سلوكين كياني في هذه البقعة المباركة الطيبة سيان وقت جاي وقفة إذا استه مهم ماذا أنا قضى أن يدور دان وحولي إن دتك حق وعذابه ودتك أي فائدة استان أنت ويا لا أكثر ولا أقل سمعنا كذا ذم إن كنا ذم إنه يعني دد وح كشاد يمنا وحولي مسائشة رؤاد بينهم أطهي تثمن عن ماركيسة جوع وتغني عن جوع مسائل مهم أوي ومسلم كمقبع هبضا وحكا استأجرا هاي اللي هو مسائل التوحيد ومسائل العقيدة. والنبي عليه الصلاة والسلام توحيد كصبح يتوصن انت مدينة ايوكا لي ودتك بري معنى لا إله إلا الله دب إسلاعيه وفتنة هي مشكلة ده قال واقعك يا مسلمين لكن وحا أساس مسلمين توحيد كأن الله صح مسلمين تنا عقيدة الله صحران وتوحيد كأي صحران مركب مسائشة لقد دوري يا الله هذا من مسائل يرير معنى اللهين معهم مسائل مهمة وهي قرآنك وهو التوحيد عقيد الحمد لله رب العالمين بإله كب العظم ربي بكب العظم الرحمن الرحيم مالك ملك يوم الدين بلغ بالعظم وحال بحر برب الناس ولا عود برب الناس ملك الناس لماذا يقول بالعربي قالوا بحري سنه تصيه توحيد أساس الدين تنوي والله عبيرة تعجل ثلث القرآن آية الكرسي أعظم آية وهي ذاتك مسلمين هذه النبي روها انت وحيدك لك صحة فهذا أنسان أقبحه وحال رصع عنا النبي كتابك إله إنا رعنا وهي حقنا عبادنا رعنا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وحال رصعنا إنا رعنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وغير تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك سنة عدل لو قدتك بل أبو ذر الغفار وغيره توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ذكر لنا منه علما وحاول كدتك ماذا يحصلك عليه الصلاة سيد الله سحراره نبري سيد الله سحراره ليس قدقون نبري سيد أبو سنوبر المركة توحيدك يا عزيزي يا مسائش الدينتا وحانو نسبة شيئاً إن قرآن كي يسنر وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة صحابتي تابعين في أطباع ذوذي نسبة رأي سمايو نبي المنذر عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بذير نبي قيل عليه الصلاة والسلام وحاولي مقعيب قفك استوى شيئاً كرا يبر ليلة لبيه جريه وعربت حي شيكتاه ورخبا نيد ووحير عربا وحير وكل يدعي وصلا بالليلة منك استوثير الليلة على الدونيسة لكن ليلة وآم صنط والليلة لا تقر لهم بذاك لكن ليلة وليما بهن أنه هبل بانجرة منك استوثير الليلة أهل السنة والجماعة أنيقا سلف أنيقا لكن وحن دونينا مسلم كوني أركان وحن ما يعلى شيكت مهم ماهن ما يعلى سجلانا مهم ماهن لكن وحن أوحي اللي قدق مولا تطبيقيهم بها مهم أهل السنة لأنهم يأخذون سنة الرسول يتبعون سنة الرسول والجماعة لأنهم يجتمعون على سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الأشاعرة والنبوحة مهي سماء إنه فرقا من فرق المسلمين وعبد المسلمين لكن قرم رئيس مدى النبي عليه الصلاة والسلام مردا بين إيمانا وهي كدر مرين في الأسماء والصفات وهي كدر مرين في الكلام كلام الله وهي كدر مرين في خلق القرآن قرآن كما مخلوق بإليه وهي كدر مرين مسائل بذلك وكهل للدون إن شاء الله تعالى هذا أنا ماركي سادح قليني سيدوك ما تريد يرني منك الإرادة وأيضنا سيدوك لهوهي من جلة المسلمين وهي لكن سنة عن كهل لهم وهو يوان المغلي سين اللي يرغرنكي سادحات بي بلابطي غرنكي أفراد يعني غرنكي سادحات بي دارتان ده أنه وحان ربنا دين تاني اللي يعليه غرنكي كوبات وحان ربنا دين تاني اللي يعليه وقت النبي عليه الصلاة والسلام صحابتي تابعينتي أتباع ذوذي إلو عليه أيان ندونينا سلاسة ندونينا سلاسة رمينا كو عدينا مسائشة إن شاء الله تعالى أنا وقتك ودحق الله وسينو عدان تونتا
هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله. وإنا كل شيء لي إنا نعلن مسائل قرآن في السنة سلف في صحابة يتابعين في أتباع ذوي يا مذاهب أفرتا علماء أفرتا يا مذاهب إن شاء الله تعالى نوحان إلهي كبرينا إن نموت وسيو لحل إسكو خلافي حق حق ونغت وسيو ونموت وسينا رعنا إن شاء الله تعالى شن مسألة ما أنت كهل لي الناس إلا كل شيء لي تقسيم التوحيد إيو مسألة استوها أما هل لله جهة تحوزه وهل ينتقل من مكان إلى مكان وهل هو سنصدح عنه حوية قضية منع إلى السفر إلى زيارة القبور المولد سنرى الاحتفال بالمولد هي مسألة الاستغاثة شنطة سنكسر شيني سنرى سنكون بالعبنين مسائل كلا يجرؤوا سقالة أيضاً وصيوة بنينا إن شاء الله تعالى سبت ذي أحد الصوصة إن شاء الله تعالى صلى الله وسلم على الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الإخوة هذا الشيخ عندنا واحد أنا نضافيه حوالا نضافيني وحوي نهرت فضوضين تا مسألة آم ما فضوضين يو هذا الذي هو رقي كهلي أي كدقين واح يعني اسكفضت رنتي سامع مسألة لا تدك علماء فهمي مسألة علماء إسكيلة بهاي يدين تمشي كي تشرسو يوحي إلي إسكت هاي معنى لهاي إنو لسكو مشغولين أيو يقولوا مسألة وإنت هاي علماء قرني إيقا حق تقول لهم تيوني كهلان هذين معنى وإن لهاي إلا إنت لو جهد يددان لغو بحيان فأسوا مدى مدى لبات رنتي وحا نموت إن آن وحسفان سينو إن وحكا فايدي سينو سي احترام لي oo la isxaq dhawray way jirtay oo doodaha noocan oo kala culimada waa dhaxmar jireen waligeed salafki laga soo bilaabay ilaa hadda jirtaa wala kala faa'iideysta hadii la isqanciyana waa khayr weey waa sidii la rabay hadii la isqanci waayo dadweynaha ayaa faa'iideysanaya dhibaatada jirtana waxay tahay dadweynihii baa wadadadii kala xidheen ninba koox buu sheemanaya yaani ninba koox baa u xidhan kooxdaasu leeyahay kuwa kale iska ilaaliya هكذا دعي سميع هذا الكوية دي فوق رواصل أو يدن تردري ما أنت مركا إن بلا دعي سوء وضدك واحق دون روح مسلم كا منك بحرنا شيخ منك مخو السيئة شيخ منك مخو السيئة لكن وحاكو خسيئة بريتا واحد ربي قال له ارتقنا سبحانه وتعالى واحد عذاب لك قد بباينة شاء الله رأتكوه لنهاية لدى سامهون مدى ذا لكن شيخ منك مخو السيئة بريتا حوكو ترماي شيخ منك حوكو ترماي بدونه مركا إلي فائدستان wixii aad ka garataan oo aad ka fahantaan dooda iyada ila la tagtaan anaguna wixii aan kala fahmay inaan la tagno ayadoo sidaa walaalana lagu yahay insha Allah ta'ala inay noo dhamaataan rajaynina sidaasaa loo yimid ee wax islaynaya iyo wax dagaalamaya iyo wax buuqaya toona inaysan jirin intaas macna hadalka sheekha ku idaafay ilaa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد وحي كذلك ولا ليال بعد بسم الله والصلاة على النبي ما لا مغلى عتك على ليه يا مهاجرة ما فرس ما راسية بس أنا هوسية كذا هوسية واسكحنا سنة رالة هاو بسم الله الرحمن الرحيم وحوي تثليث التوحيد بين أنو سوق قرن تقسيم مع أنو قرن تسميسنا واحا ويهي انت وحيدك السدح لغا ديكو توحيدك ان سدح لليهي اولا رسولك صلى الله عليه وسلم اللغا ماهي شيخ عبد الله ادايا رسولك صلى الله عليه وسلم اللغا ماهي يو رسولك اران لها صلى الله عليه وآله وسلم هدو ديه لها توحيدك واسدح غيبوب اسماء وصفات
iyo rububiyya iyo uluhiyya law qala sallallahu alayhi wa sallam haduu dhihi lahaa maanta maba aynaa isku qaban karnin. Fidyada ugu weyn waxa weeye waxa rasuulku uusan shuqul ku lahayn, waxa uusan rasuulka ilaahay bayaaninin, waxaan ilaahay qur'aanka ku bayaanin oo dadka lagu fidnaynayo waxa weeye fidyada aan anagu ka qaylinaa. Waa masalada koowaad. وقد جر هذا التقسيم وقد جر هذا التثليث الى مفاسد صبح ربي الهي اسماء وصفات مفاسد عشرة تضم مفسد اي سوء جيدي وانا كان هنا مغلقة دي ايكا شيخ عبد الله بادي وحوي مفسد كوات اثبات الايمان والتوحيد للمشركين ayaa lagu gaaray taqsiimkan. Waxa weeye waxaa loo sugay mushrikiintii Abu Jahal iyo Abu Lahab waman calaa diini min almushrikiin ayaa waxaa loo sugay tawxiid iyo iimaan ayaa loo sugay. Thaaniyan, midda labaad oo fitnada ah oo tawxiidkan la qaybinayo uu wato waxa weeye nafy iimaan iyo tawxiid min almuslimiin. Muslimiintii in laga anfiyey wax iimaana iyo wax tawxiida, war diintaasna mid ilaahay ka timid baa midda muslimiintana tawxiidka iyo iimaanka u diidan, gaaladana tawxiid iyo iimaan u ogol ma wax ilaah iyo rasuulkiisa ka yimid ba. Macnaa iyima su-aaluna ay iga jawaabtaan. Tan saddexaad waxa weeye waxaa tawxiidkaani soo jiiday aqwaalan faasida, minha waxaa ka mid ah anna shirka almushrikiina lam yakun fi rububiyati, mushrikiintu wixii ay u shariikfaleen rabbi ma ahayn ee ilaah bay ahayd. Waa cillad xun weeye. Wabaynana wabayna ikhwaanina, annaga iyo walaalahayo waxaa noo dhexeeya alkitaabu wasunnatu baa noo dhexaysa, oo waxaan ka beenaynaa waxaas wada tacriifaad ah ee soo raacay taqsiimu tawxiidka ee fasaadka ah in aayadan keensanaynaa meel walba qur'aanka ayaan ku caddaynaynaa in waxa la sheegaya ay baadil yihiin. Sababtana waxa weeye in ayan ilaahay ka imaanin iyo rasuulkiisa midna sallallahu calayhi wasallam. Mas'alada afaraad waxaa la yidhi arrabbu huwa alkhaaliqu almudabbiru almalik ayaa la yidhi. Rabbigu waa abuuraa, fundi weeye abuuraa ah, farsamayaqaana, mulkiga leh, mudabbir ah, lama oranin rabbi waa la caabudaa. Waa tacriifka fatxul majiidka ku yaalla wahuwa macanaa waa noo yaalla. Markaa markii rabbi lagu sheegay inuu farsamayaqaan yahay oo jannada iyo naarta isagu leeyahay oo awoodaha uu rabbi leeyahay, markii la sheegay waxaa naloo sheegay ilaahay inuu saas ka duwan yahay oo uu yahay alilaahu walma'luuhu almacbuudu almustaxiqu lilcibaada walaysa huwa alilaahu bimacna alqaadiru cala alkhalq. Saasaa haddana la geliyey. Mas'aladaasi mas'alo cajiiba weeye. Rabbi looma eegayo in la caabudo, ilaahna looma eegaayo inuu wax abuuro baa la yidhi. Wahuwa maktuubun fii fatxi almajiid ayay ku qoran. Marhaba, mas'ala alkhaamisa waxaa weeye tawxiid rububiyati waxdahu laa yakfii fi dukhuuli fi lislaam bay yidhaaheen. Tawxiidka rabbinimo ninkii rabbi waaxida oo inuu rabbi yahay ku waaxida laa yakfii kuma filla fii kowni lmar'i almuqiri birububiyati rabbi, addoonkan qiran in rabbi uu rabbigiisi yahay oo macbuudkiisa yahay laa yakfii uguma filla fi dukhuuli fi lislaami islaamnimada inuu galo uguma filla yidhaahin. Walaa yanfi lkufra gaalnimadana kama fogayn karo ninkii rabbi waxdaaniyadiisa qiran, gaalnimo kama baxayo waaba gaalba. Waxaas qoraalladooda iyo kutubta ay ku yaaliin iyo macanaa waan haynaa
walla arkay sida waa masaa'ishaas la cadeynayo weeyo waxa anagu aanu leenahay baadul weeyo laga joogaan leena inta uu يا مك بحضر إليك بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا في الجماعة مسألة أو لحد وحوي إن وجد الألوهية الربوبية مجع إلهي مجع ربي وحوي دليل كما في سيد كسبناتي في كتب ابن تيمية فجمع بين الاسمين فإن الإله هو المعبود الذي يستحق أن يعبد والرب هو الذي يرب عبده فجمعوه روح كل من بين الاسمين وبلا مقع فإن الإله إله هو المعبود كلا عابدوه الذي يستحق مدن أن يعبد إلا عابده كاسوه إله بويل والربنا هو الذي يرب عبده بويل هل كأوحا كقرتي وحا أولوه يهدوه اللي هي إن أيتا الله هو الرب أولا كلا تفريق لي مسألة سديدات وقالوا حيران الربوبية والألوهية تجتمعان وتفترقان مثاله الفقير والمسكين وحيران إلهي الرب مروا يسكسوا بحيان مروا ويكلب بحيان ويكلب تدين وإلهي الرب وحا مر يسسوق لي مرنا كلب بحيا إلهي الرب وحا مروا يسكسوا بحيان وحمد مرنا والله وواكل تقيان ويفترقان ويران مثاله وحاق مثال الفقير والمسكين النوعان في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين مثال وحاق يقبلين نك الفقير كأو عيرت أفرق بحلالها أوه هايستلع عرق إنه يهيلين مسكينك أو حيث لا توها أو حيث أيضا كافية من إنه يأمن كله لكن مرمد يسقي ما ذنوا والمساكين تو حلو صدق يستهدين ليرا مساكين تو فقراء يكفوا استفتاء هدين ليرا والفقراء وحلو صدق يستو فقراء يكفوا استفتاء مساكين تو حلو صدق يستهدين فقراء يسوق جلس كافي واحد كسر جن الله يا ربي وسبحان الله رب العرش أما يصفون الله هو الرب والإله هو الله وهو الملك وهو الرحمن وهو القدوس وهو السلام مركا عالكا وحان إباهاناي أن نعلم من المعبود هدي إله اللي يروى معبود ربنا وقع مصير اللي يروى فرسما يقان مركا إن الله عبد يا ربنا كان لعابد أيوه إنا تذكر النوع الديان ما ربك ما إلها ما لبلوضا إله يهيري إله وإله واحدا هعابدين إنسان مدعنا هين أيير مركع دو إلهي سبحانه وتعالى يرعي إله هين عابدين قلوب عننا عبادتنا إله موغوشيغين ربنا أي موغوشيغين فرسميقان خالق وحندونا إنا بياننا أنك ربنا بلنس عبادة الله صاريه المسألة التاسعة وحوي توحيد الأسماء وصفات ليس له مفهوم ظاهر توحيد الأسماء وصفات لليه ليس أن وحسوك لي له مغرى صورت وحوي الرب والإله لفتوضى أسماء بعه مركا عدنا مركا لئين البورول إلى توحيد الأسماء وصفات ما لك كان يبقرنا إني وليس له مفهوم صحيح وليس واردا لأنه أسماء وصفاتك مركا دمبو أبنوك أنت قوئي وياي فبقى أن الإله تسيريس أسماء ما أهمية محابة نوك يبسي ما يروح الله وضو الله أعلم وحقيه لي انتاس كل مسألة المسألة أرماس عن كهذا المي أدل هذا من الكتاب والسنة أيه نوجد يارسيين وحنا جعلنا هاي إن أذنتاس وقتك مناسب نقضى وما أركيس أبنو سورة قلسان إن أنه إذنسه قد بنه وحيو مسائسة نوقرا الرب هو المعبود ربي واكن إلا عابد حق أولي إيه أنت آيات القرآن وكسو أرورتي
والإله هو الخالق المدبر إله على ليده ليس بقادر على الخلق وحما أبغر كره أو على الاختراع وحما سمين كره الليلية وفي المجيد كالسقة يحام بقرا إله سوحا رب لا إلا إذن سيدنه إنه استغيه كم وحابه رابح إنه استغيه كم لعابده تاسل إلى عبدالنا ربنا لكن هو أمرك وقت من الله سيه وقت جيد ما يبقى يا رب يا إيشان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادنا الله منها بعد هذه الخطبة الافتتاحية وحن لها هي كله شباب نعم ايه وصلوا هذا بالبال قول ضعيفة خد بقى زيرتها وحوي هذا مقصود ك تقسيم التوحيد لو جيرو شخوا مثل شرح بدن بو كبحيي سياس وسر هينا مواسدي وقبي محمد بن عبد الوهاب وكل شيء كتاب كله يلا فتح المجيد يرسالون كيسي كتبي سو شو شيخ شيغي وهو شيغوي انا ورت وحان دوني ان إن ربي يا إله وها إكليين بل الشيطان وإله كريم بل أبنهي ربي يا إله ومقعيو ذات الإله بين أصغنا بين وحكى لدوان معها أكثر نظر نكي هذا ربي إله إكليين وساقر سأساقي فغير يا مسكين أكلا وشباها ينا دليل كيدي ومن الكتاب وصنتي يا الغربة أنا ومدي عن ربي إن أي قلنا شيكتان مشاعث ودي إيغلو إتساب هايين وهذا أن كل كي أنا وده هذا حجرين ليجي جيي لكن هذا فرصب أهلي وكفا إذي سنهيو وحن دونه إني مقاب آئيهين أنا هو أسرعنا أو سغرم مينو وحن حقيقة إن قرنتي مفضلة هاي يا نبي أصحابتي تابع تابعين إيو إن أكو حيلنا إلا وحن دونه إن أعني وكفر فرتي أدعوا الله وأدعوا الرسول يا أيها الذين أمنوا أدعوا الله وأدعوا الرسول فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن إلهي علينا وحي أن كدوا إن تاسى رسوله فقصرنا هاي هسا أهات وحن ربنا إلي شيكتان قسك أيهين وفي القوية كأسران كأنتريني وحن بفاره ورقع علماته بقيسك في القوية كأسران وحن قصوا شيكنا الشيعة خوارد مرجئوا محوها معتزلوا وصور شيكنا انت صفق الاسلام وكل وكل بحث ولا يوم من هذا الجوغان وها اهل السنه والجماعه وحني انا اهل السنه والجماعه هي السنه والجماعه فريق لا فرقه ولي هذا الشعري بتردي خليه ويه وحنا ما هي اشعري وحن دول القضاء ايي مهين في القضاء ايي نشكت قرنت اصلا كل حرم هي لما هذا في القضاء ايي مشرك في القضاء يسوق هو وقريه سنه دي دي في اساس كسوتها يا ترس ان جاي يبدو سن انا وقت اللي بان لنا موضوع كما بحسن موضوع عنوان كسوان شيقه وحان كويري توحيدك قيمتي سواء ربنا ربي اي اله وتوحيد الروية توحيد الالوهية وحي كليين انا رشيو اينا ادلوه وقرأ قرآن كتابه والدليلة سير شيخ اسر حي المغرسين وقع الله بسم الله لكيساني كان خير ترحاوي مركا ساسا عنا قصي عبدين هيا ايو توحيد الاسماء والصفات اي شيقين بل وحا سبح الاس توحيد انا فاعلم انه لا اله الا الله ما نبنه هل توحيد ما نبنه لا اله الا محمد رسول الله الى انه مسلم هي ما نبنه وح اي شيئين وكتبها في القران وتوحيدك منا توحيدك وحا الوسو قال دينتا وهدي اله الى اله الى الوسو قال منا قال لي بابا يدو هدي اله الى كرسنيت اي لي هي قيبتا اي وحي بدي انا هرتا صرمنا ما وقعنا وين شغل هدي اي مقعد شيء وين انا شيء مقعد وصف شيخ عبد الله يقول الدنيا الدنيا هجينا يعني مرتي دقيدة هو ما بلا ياشا إن إذا نبت أفكي هاي في سفع اللي فاخر هذا بس هجينا ولا ياشا وحنكين على العلينين مسألة مش أكبر لو إني والبوحي هذا هو أبو الشيء جميل وحاتر وحن كل شيء ما قال لا بقول كل شيء جميل هل كل شيء هذا اللي يجي ما جديد ولا كسر جديد ما سيف سو عنكر تفت بريدة أبو الشيء جميل يا جماعة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تنكوّر إطلاق اسم موحد على من كفر ولو بجزء من العقيدة قف إنه موحد كشي قف قعوه وقف كاس وقال كويه ولو بجزء من العقيدة وحير عقيدة كم بدأ وقال كويه إن واحد لقشي شيء محرم وهو هدم للدين الإسلام دينة إسلام كل الدين يومين لأن الإجماع محايا الإجماع إذا قد ثبت على ذلك وهو كسر مي قف إلهي غيب يرء عقيدة كم كجج قالوا إن واحد لا أرن كريم إثنين من اعترف بوجود الله قف إلهي واجر إيرها ولم يوحده عن إله واحد فهو كافر إجماعا ولا يصح ما أنصح يسوع أن ينسب إلى الإيمان ولا إلى 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 التوحيد يدنا الله من نسبه كبير ولم يأتي عن واحد من الأئمة الأربعة إمام المذاهب تأفرت كما إمام أو غيرهم أمك وكلا ومن أئمة السلف ولا عن أتباع تابعين ولا عن تابعين ولا عن الصحابة ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الواسعة في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم وحان توحيد كان لصدح غيبنا إيه قالت عن لليه الدليل على توحيد المشركين وإيمانهم بالله وحان لليه وحكي مدمعها أئمدة أفرتا أئمدة كلو سلفك إيه تابعينتا تابع تابعينتا من الصحابة الصحابة ولا عن رسول الله رسولك إلهي كما إيمان ولا في كتاب الله العزيز قرآنك إلهي كما إيمان إن توحيدك وصدح قيب سنيهي قرآنك مشي بي مرحبا المراد من توحيد الأسماء والصفات وحال لوجهة مركة للي توحيد بأسماء الصفات لوجهة التكسيم إن إلهي أدم الله ولا أيام لوجهة صدح التوحيد بيكمت إن إلهي جسم اللي قدقه وهو من الكتاب كتحكيم الناظر ليرا وهو إلا لم يكن أدوسا أي جسم ولا صفة هدير إله أوسا جسم أهين أما أوسا صفة أهين فقد نفيته إلهي ياد أنفذي ومجرى بطريبه تحكيم الناظر بالله وهنا ومعنا مركا إلهي أدو جسم إيه أوسا صفة مدنى النقوم ماذا جرى تراهين وأنا طاوة لكن واحد ربنا منك إلهي جسم كشي جاية أما صفة كشي جاية كافي على ربنا إن المسلمين تورطوا ذكا عديه ويرى إله أنا كشي جاية وجسم ويراه هذا هو بانك حساب تمنى إن شاء الله تعالى مراده مكررا من توحيد الربوبية والألوهية ابن تيمية الحراني وهو كررا توحيد الألوهية الربوبية مركز الشيخ وهو كررا تكفير المسلمين مسلمين تيم البالانسي وكررا هو يرى وحي قرانا يوم توحيد كإلهية وحي سقرانا يوم توحيد كالرب إنه يراه هذا ولا حجة له في ذلك وحجة وحيثه مجفته وما أركيس خلقه بتوصل توصلك إلى العبادة إلى عسكو قلبه ربا وإرادتك أوليدك تواصل إياه نحوها وحول عبادة سميين وإله عبادة أهم السميين سائم يراه ربا والعبادة عبادة إيه وتواصلنا في اللغة دل غدا الرفع لا يلتقيان ما بكل ميان بشغيسكم على عبادة إيه تواصل وحليلا وحانا إلا نولا أرانيا أتواصل كفر تواصل كواشركم إذا رأينا أرانا يوانا قرن يوانا مسألة خمسة ما هو حيث توحيد الأسماء والصفات بيقش موضوع يجب أن كده جراني تواصل كالكاسو قال لا اجتهاد في الأصول الاعتقادية وخصوصا إذا جرب إلى تكفير المسلمين أسلم بمبنى أنا إن لديه اجتهاده عقائد توحيدك وأصول الدينك وحي اجتهاده ومفرنا وخصوصا وحاب الصيدة إذا جرى هذه غفك الجارسية إلى تكفير المسلمين مسلمين تقول كجار من حكمه هذه وحاو كنسو صار يا بأي مغبان وعلى كسي حرمانته وكسي فكته
مركا عدي وقت يرئيها ري وحانكو ساعدي يا ولالك الشيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين. أما بعد، إخوة المسلمين، وحالك ورميا وسعد يرباني هدي لقدر ومن كان يسلي هاي قيب ويقسي يبانك ورميا وحالك ورميا هدف كميشان وحي اللي يبيد ومسلمين تهدف كدوسو حاضرين أيام وحي الكتابنا يا مركة أول رئيس هورت إلهي سبحانه وتعالى إلهي محورنا يا سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله ورت مركة أول رئيس التقوى وإن لها لا إله إلا عبسدها سبحانه وتعالى. بعد التقوى ما سنها دي إلهي قدر سبحانه وتعالى وحان أباها أنها يوحي لسوك لقرطي ومسائشة هي موضوع ذينا وحي الكتابته وحان أباها مرنا يا مسألة اللي إلى مسألة التوحيد ولماذا يسكوع العليان لكن يسكوع العليان تاسيم وحوية ويعني وحوية قفوة البهدي ليلة وشهد من بس الأهرية جلو وعير كوري ندي ليلة من بس الأهرية مالك وحوية مسألة التوحيد أنا وحان رميسان هاي جانبك النقاني ونسكوي عن عقيدة سوين هاي ونسو برمالي وحان كسو برمالي وحان أسو برمالي ورتوانا إباحيا وحان أنه أسو برمالي وحان كورتوانا مسألة تسليسك وهذا الشيخ عبد الكريم وكهالي وحان رميسان هاي التوحيد كلمة التوحيد مصدر من فعل وحد وكبح وحد وكليهي توحيد سيدا ميه مستمعها المسلمين تأكتب هذه مركة شيء قال الكليهي وحان رمانا عقل قال لها كبحي علمت إسلام كان فدق مينا كبحي كلمة توحيد أسيدا الله الله بيكر وأنا الله صدحين كرا عمالا في ردنا كبحي وحان ربها أنها يمكن مسلمين تأخوالا مسلمين تكملة إسلام الله بيكر بعد ما أوهيري وحتى الله ربنا وحيدي مركو يري سيدو الله رأي لها يسيدو صدحين لها أيان شاركة كالرأي أخوة المسلمين فكالتو ولا لها ما وفد أيان كدنين وحنوه علم ذي مريا أيها كورم وحير عليه الصلاة والسلام العلم بالتعلم والحلم بالتحلم علم هو برش ماها ويحل يسكر هذه أفكار ماها واحترنا وقرأ وقفك يعني أنت الله يسكر كلمات ذينا ما يجديك أسيا وأبي ويقف وانفع يمالي وحوه يا محايا لي وحالا يرى العلم ما في صدور الرجال حبك الرجال وحكو سلام علم ليلا وليس العلم في الدفاتير ورقلها علم والمقرى يا مكويا الله وحوه يوا كيبا للفوكا دي مهانا ومسلمين تير علم بسوقار الغروت دي مليس بوكا دي يعني ما وصلها لني على المجتمع مسلمين تا معلها دي لقدر يوحى يوحى انفعها مسلمين تا يوحى انفعها يوحى وفق مسلم قاهي نفعي وكسوا ومسلمين تا ليس دي بكر أنا وحى رئيس الله فعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هاي مركوير فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين أي إله إلا سبحانه وتعالى نبي هذا فعلا مركو نبي مركو مدينة ونبي يكسر دكتي هذا لا وحا كتبت يعني بعض يعني مثلا نساء كتبت متأخذين تقبل كل يوم ليا باب هذا أنه أنا المقعاني أو محايا لنبي وغير عليه الصلاة والسلام وغير نبي عليه الصلاة والسلام اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوين ولا جمل بدك من تقول ولا جو حس الله كم مساوي العبت والسكباف كذا أنا وكعمل فلا يواجه المور ميو لكن بضع واحد كذا جن ميراث المسلمين توتين إلى يراهدين ما يبي التوحيد ك فعلم كل جزء بتيه وترم عنا ولا ما شرحنا مو سنقوم أكيد ما كنا كل شيء يسال وها وفطرت هذا وش عبد كريم كان ميو أنا المركب واحد كسر برمن إخوة المسلمين التوحيد واحد ميو ويكفينا لا إله إلا الله محمد رسول الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام عليه الصلاة والسلام أفلا تكفيك ما يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسلك كافلا يوحي رسولك كافيا من يال المسلمين تهو كافيك وكافتوني كنوحي إلهي رسولك وكافتوني نبي محمد الله ونصر نغلين عليه الصلاة والسلام التوحيد توحيد الربوبية توحيد الألوهية لكن حال نصر نغلين عليه الصلاة والسلام صفات القرآن كإله يسكو الشيخي ربي يسكو الشيخي إله نوا يسكو الشيخي هذا ربي إله مكي لا يسكو الشيخي ما يعني إله سبحانه وتعالى وهو يهدينا إلى الله سنة يعني باب تعلمت مكي لا تشوه اسم يعني عالم على ذات الله قال إله سبحانه وتعالى على ذات اسم عالم على ذات الواجب الوجوب
لكن إلى هاي إلى سجنات أو سجنات عالم كبير على هذا هذا إلى هاي ما هو سكوت المام رب الله هذا سكوت في يوم عيد الحمد لله رب العالمين دليلنا هكذا وهدفنا هكذا الحمد لله إله دائري على ما هذه سجنات رب العالمين عالم كرب جسها أما نعت كبي أما بدل كبي أما صف كبي ما كل دير كرام هذا إلى هاي يحيي سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم إلى هاي سبحانه وتعالى متى الناس أنا مكلسه والرأي سكوت المام رب جنوني هذا المبتدئ خلق حجاب صلى الله عليه وسلم حجاب صدح توحيد غسل عيسى أنا الهدف كان أنفسه برملي إخوة المسلمين هدف كسلاسية هدف كان ديني من كسر كرنا روح ويهي إن إلهي سبحانه وتعالى بدك عوامته ومساكينته وعلم الله قال صلى الله عليه وسلم يدعى بعيه صدح إلهي الغفل ليه أفكنا الله يدعى وكل إلهي توحيد كان هذا كبير ذبوبية يصفادي ونهي كبير لا يصح وحاكو أركا الكتاب كان يرى منها المسلم والله في من يوم شيخ هذا شيخ مجعله من كبر بيع الجزائر من رأوا إليه وحول الكتاب كان من كان من الجزائر إليه وحان كارك يوم كبر على كبره إني إلى هذا إله أنت أصل لا تأصلته أنت إله كافي كافسه لكن توحيد صفاتي توحيد الربوبية هذا أصله لست مؤمنا أنت بله بله من أربعة والله لا يوام مكتوب وار موجود بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن كهذا الذي سيقبيه أجيه الشريحة أجيه السلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسألة ذا محاكها للدهما الشيخ آذن عامر هي الشيخ عبد الرحمن مرسل كليه وحان الجواب يا مسألة ذي الشيخ عبد العزيز وكوات كيستيه ويرى أبتر صدا أنه وحانو أبتر صدا ناسان أشيغي اسمانا سجلين ويانيا اسمانا انتين لكن وحنا ترسلنا إلى الكتاب والسنة وحنا أهل السنة وجماعة وحنا ترسلنا إلى السلف الصالح وحنا رديه كرا ونرجو أن نكون إنا رعنا والدبا وديبا نسكد دينا وحنا ترسلنا أصحاب الحديث حديث النبي سيدة هذا مثلا حديث العلم بالتعلم بيير النبي بيير الشيخ والعلم بالتحلم حديث صحيح ما النبي مدهن عليه الصلاة والسلام مرقى النبي وحنا تأغلنا كلية كتاب كاسية السنة بس إيوه وحي هذه سلف كوهايين إيه حديثك صحيحة آية كسبنا هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام إنا دع خلمنا والانا قفنا والانا أغيرنا والانا وحي إنتا موضع عمانا منهج كيغي يدين تيدوا إنتاس أبتر سيها يدوا إنتاس الله رالي يا شعب عزيز شخان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وما أتشد إذا دخل البدعة في التوحيد لأن التوحيد قوام الدين وحان كهذا هي ضدكين المسلمين تأسويمت أنه قلكي أهر رئيسي من بعد الدعاء عن فريسني هذا كان لسوجي دي وحاني ما فريسني ناني دي محايا لي مسألة عبدي أن وحلك لقادا فائدة مالا مسألة أوه الرئيس انت عن الموضوع عن أنا قل شيخ عبد العزيز وحويري شيخ محمد بن عبد الوهاب بألقا كاني شيخ محمد بن عبد الوهاب قرني قابوها وحان ناشكوها هنا الإمام حافظ بن منده من ده يابوهينا وقرنه صدحات صدح بقولي طبكي نشي إلى صدح بقولي شني سقاشا شيخه كلا أحمد بن علي ومصري أو شافعي وقرنه تضرب بقول يلح يلح ذا وقرنه شيخ الإسلام بن تيمية من هاي قلت إخواني وحان أول انت أنا قبل كل شيء توحيدك تقسيمتي سينا انت أنا أنجل أي تفريدكم العابين سبحان الله هذا بيت عظيم تثليث ما هي تقسيم التوحيد هو تثليث وحال إلى معنيسة إله الأب وإله الأم والروح القدس إله واحد فاسع التثليث لإله عند المسلمين كان تثليث واحد تقسيم التوحيد بارناشك أهلينا أهدنا النصوص تقول دقائشتا سمالين وحيكف يعانتها القرآن كأهد بوحل في السنتين ورت وحاده ذات عدد كنا مسلمين تمشى يسوي منه صحابة السلف الصالح سلف كي صالح أها
أئمة المسلمين أن يجهد لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها إمام مالك بن أنس رحمه الله. وقد استقر الصحابة رضوان الله عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسائل كثيرة في العبادات والمعاملات. يعني الرسول كصحابة وحيو الدين مسائل بدن أو قرن إسان وفي الله قرآنك أحاديث الرسولك وعبادتك تعلقه وصيد معاملات كبيعة يشراء يوحس كتعلقة ورسول كنا وعدي وانا عدي ما رسولنا عن السحابي واحد إنه رسول كويديي عن اسم من اسماء الله عز وجل أو عن صفة من صفاته سبب سروحيتها وذلك لفهمهم لها. يعني حقيقة أكس هيا صفات يا إلهي أسماء ديسا هي صفات كيسا يأكس يقمات أو يقيني ولما دلب عليهم المعان معنى يا رصيد أي تسسي فكانوا يؤمنون بها ويعتقدون ما دلت عليه من معاني ويدعونه بها وحيها ينكور ميو اعتقادية صدها أي نصوصت أي أعديسي ومعانيها بطن أبي يرعيين إلهي نساس يكون مراقبين أيين إلهي نساس يوهر عبسان أيين إلهي نساس يوهر رجين أيين قلت وحو صحابة نساس كاس يكون دائمتي وحو دليل حديث كيسادها عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه أصوات في تفسير قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يعني إنه يبرم إسنايه استمر الصحابة على ذلك المنهج منهجك هي طريقة هي الصحابة كسعدين بكتاب الله أي قرصنيا وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد اعتقادك هي عملك أمرك نصاص كباقيها في عهد أبي بكر الصديق وفي عهد عمر بن الخطاب وصدر من خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ساس وها أمرك ساس كسعتي إلى دك فتوحاتك إسلام كغلك وفرتي ودك رئيسان قلين أمرك أي بدلتي وأعداء الإسلام كي أي ماشي مدح أي سعودي بتير إلى أمرك ساس كسعتي. وأول من كاد منك أو خيانة سمي الدين تن أو يهودها أو قرانك وكسر كي معناها أو شيخ عبد الله بن الصبا كاسوها فرت السنس يا أنت موقف كهروة بدعوه في كل شيء بحال أو أي كم ذا هيد خوارج أي كم ذا هيد بدعدي هو الرئيسي وعبد الله بن الصبا بدعدي خوارج أي صوب بحال شيعة أي تمد أو ولي بشرك رجع هذا لقده إنه من صار لكم ترى ينتور دنتو ومن علي بصار لكم دورة هي قدريتي هي بدعة الرجاء أيتمت هي معتزلة هي جهمية قلت وحان ويديننا أنا وحان شاعر هيا أنت أنا أقول وحان الرواينا مشاعرنا كلا وقت سيو توحيد كأيديه محل طيني توحيد المعرفة والإثبات كاسوا يا اللي لا تأبه الرجاء وهذا لما تليا سيدة الرسول شاهي اللي تبت وهذا لما تليا صدحنا أن الصلافة كانت بها دي شيء هيا توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات صدحنا وحاكري وانا الأخرين دورنا جهمية هي معتزلة كل شيء أسماء إلهي الدينين ويدهين اسم إلهي الملك ولله الأسماء الحسنى فضه بهذه الله جل وعلا براسوات برمسا كل شيء الدينين وجهل ابن صفوان ديدان جعد ابن الدرهم وكهر يا شاخيسها واللغو الرفايستي واللدري أدبتهين وحا أوكاين المسلم كبعليسا من إيمان أيمد المسلمين تكمل ويري تقبل الله ضحاياكم فإني أضحي جعد ابن الدرهم وقورعي وفتتر وكيري أسماد إلهي أي لهين إلهي اسم ملك إلهي صفة ملك يعني العالم مال إلهي اللي بمن مقعابه قدرة قادر اللي بمن مقعابه صفاته أو قدرة دي يعني إنكراد كل كاسا أهل السنة والجماعة يرد إلهي وطرق لي يا أسماء ذا قيب كالكد غي وحوه اللي قلت يهر لبدا قيبات كاسا يهير أمدك أهر إيسا وتوحيد المعرفة والإثبات توحيد القصد والطلب وتوحيد الإلوهية وحوه اللي شيء هدي على الدين
كتبه ما إنه ريال ربي الله اسم الجلالة إيو إله لبداسو يهد عن كمر الله يمشايخ رئيدي استحقليين ويخلنا علما على ذات المقدسة واللفظ الله وحي دمري أنا الله وحي دمري فرعون خيري ما لكم من إله موجود غيري إله مستهل بمعنى معبود واي ما لكم من إله غير موجود لكن أنا الله تاريخ ذا سيدي صورتي وحسوبتي أولي أنا الله مجرد سوى درادة اسكمد معها إله بمعنى فعال بمعنى مفعول واي بمعنى معبود كاسوي قلت كان دمب مشاهدة أيتري قل يا هنا ويدقنا ينفدق توفيد كاستقى قسم غير ريوة توحيد الربوبية أين كرين توفيد كالربوبية أي من توحيد المعرفة وهي إيو إثبات قريش إيو بكيس رسولك لازم إسلام تمقلني وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إلهي جل وعلا ما مقلني ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله معني الهم قليا قل من يرزقكم من السماوات والأرض سيدا انت صوبا الله بيدها ين اسلام لماذا نبدل النم وإلهي وعطين رسولك إذا حديثك عين في سأدلين السنسي أمرت أن قاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله بمعنى تحقيق كلمة التوحيد كلمة وحوية عبادة وإنه عن إلهي عابده إنه إيه إله ومعبو إلهي لعابده هي كاسوه مو نبدل النم وقلت هذه هي مصالحة رسوش إلهي ودنا كيف متكهر أماليه هي رسوش ودي معركة كمائنا بعض متك توحيد العبادة توحيد الألوهية العبادة كاسا معركة كنعرف والرسول كأيكون كرام قولوا لا إله إلا الله قلت الرسول كيري أجعل الآلهة إله واحدا بيده إلا هو معني بي قرم يا الحقيقة منه يعني كلمة نفسي من إثبات وحي كوبيهين ولغة دولي ولغة صومالي أدول الغلاها لي كاسة حقيقة الدرمية سنة درادة يوحينا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب إن هذا لشيء ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة يعني ملة التثليث وهي من الذي يتم بيس النبي الله عيسى تثليث بها يتفتح إن سوى سهد ما نعم مقال كلك معركة أي كبع علي وكلمة تنضم به توحيد الألوهية العبادة يعني. أمريه هي الرسول الشهودية وضمت وكبع عليك قلت وحلوية التوحيد كمشركين دار قرتي وكهرة لله ملك السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن والله على كل شيء كل من الأرض وما فيها إن كنت تعلمون سيقولون لله كل جواب يا بحنا يا جواب للملك ويعني التوحيد كربوبية وبمعنى الخالق المدبر كاسوي إلهي وحبورا وخالق هاوي ألا له الخلق والأمر كاسوي ولم ينجيهم من عذاب الله عذاب إلهي كبير مكرمين توحيد كاهر عذاب إلهي كمكرمين ولم يدخلهم في الإسلام محايا الحصول في الله كالغوات قرنسان بل محايون عذاب غزوات يوما توحيد الألوهية عبادة وحواية ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رسول كستا قول كيسا أولا قلت وحوالي عبدية خلاصي نوع إلهي وحقوق المياي أنواع التوحيد في أنه واحد في سورة مريم آيات اللحية عشان اللحية الشم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا صدح بي توحيد توحيد ربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات صدح ما بكاسه كنت البيئي رب السماوات والأرض وتوحيد الربوبية فاعبده وتوحيد الإلهية على العبادة هل تعلم له سميا وأسماء توحيد الأسماء والصفات لأن النفي بقي ماذا ليس تبوت لشيء كاسا سائل إلى لنا سمارتا إلهي تشبيه قلت السلاس كاسو قراقرا سورة الحمد إيو كاسو قبل الله قلت قلت الضمد وحوى يقصد يضرب على إله إفراد الله في قصدك وضربك وصلاتك وصومك وحاصو من وإناد إلهي أدلق صدو إيو بورتا صدو خلاصة وحيتها بس
اسكوا بقى دي شهد الله لا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا رب جبريل وميكائيل وسرافيل فاضل صلاة الأرض علم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد أيها الإخوة ولا لها نجا مشايخ ذا نجا وكلاد تنع كلاد هذا اللي هو الغام قلناي هذا قول خلاصيس وها أقول جيسنا يي توحيد يصدح قبوب لغد جي يصدح إله أما الأيوة تا إن يصدح إله عن أفهم سنة أما عن غد الله إذا أفهم سنة يعني واحد يقول جيلان بقى تاسد إله باعي يا سيدنا لجل إله باق لكن سيدا يقهتين لقصه من إن صدح إله أن غذبه تفليس أن غذبه موتان ما فهمين وحان اللي يرشاعر كئير وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم من عابين أبادنا قول صحيحة أحتوصن آفيسن أيتاي فهم غفن وسقيم كأه فهم غسوا حما يدرت هذا آفيس أيتاي قول كنا وحبق قبل فرد أقسام هذا أي عبينا يان وصحيح واي بنتي كجرتها إله بان أسكله كل غيب إله بان أسو الشيغي كثير كسان أسو الشيغي واح كبت حسن دين تنمها كتاب في القرآن وكبت حسن معها وإلهي إتاتي كانتان أيلهي واحد ما أنت نسوي دينها يا بماها واحد دينتا وطن قصع طوال قرآن كي حديث وطن قصع طوال مركة عن ناس كلمات الجرب رب إله على أسباب وصفات كل إله بان أسكله وانا ولا توحيد وحيثه مانا يام توحيد الله بأفعاله وربوبيته بأفعاله وأسمائه وصفاته وإلهيته تابع لماذا ولد وكتبت وكشرحا إنه هو الله أحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله مركز التوحيد مفسره ساسا مفسره تابع باون مرة لكلام معناه وهو معنى الشرح وعلى دينتي وعلى الشرح علماذا ودينتي وعلى شرحا وهو شرحا ذلك المفسر يمسينا لكن دين تكون الجيران ايه ماشا انو عيال ايهين واسكا عدا هاي سيه شغال بشيغي ماشا انو عيال الجيران لا يعني المشركين في نوع ايهو ميسنا ايهان وولي يقدر للدين ربا جيرا او ربوبي لا او ايها شيء اهل اخرنا ايبا نغفلا او العدالة وحنا واي اقبل عن الله صفات الله توفيق ساعة وحنا واي دي الدنايان وحي دي الدنايان وان نوع واي وحي اقبلان وان نوع واي قرآن كان صح كسر واحد جديد نحن حوالي واحد أقبلان وحوالي ربوبيه إلى أفعاشس ربوبيه أرتا عن شاء ربي ربوبيه ربوبيه عن تعرفته عن شاء ربوبيه وحوالي توحيد الله بأفعاله واي إلى أفعاشس ربوبيه واحد واي أو خالق نميس خازق نميس مالك نميس لار النافع نميس محيي المميت نميس يا مدبر نميس إن ربوبيه واحد واي أو خالق إله ناصب والرازق إله ناصر المدبر إله ناصر ثاني قال له بدي دراي وحنا كنا للا عيله شيء على خنا يا عيله كلام بدن ونوع دينه قل من قل ما قل قل من رب سب إله إله سبحانه وتعالى قل قل ما يرجوكم من السماء والأرض أما يملك السماء والأرض سارة وما يحيي الأرض وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تفكون قل ما يرجو من السماء إلا إذا كنت جينا يا سماء إذا رزاقه معنا وهذا قرنا يسين ما يرجو من السماء والأرض إذا رزاقه سؤال واي ومن يملك السماء أمن يملك السماء ولا بسارة يا أرض يا سمع المغلى ملكنا اسكله وإذا سيئي لا سؤال بعد ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي يا كسو سارة متك نول متك بنت كسو سارة لا سؤال صدحات ومن يدبر الامر امرك يا مامره يا سؤال افراد واحد فسيقولون الله جوابك الله ويدعى المدير يا ابو الله 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 هو الرازق الله هو هو المالك الله هو هو المهيئ المهيئ المميت الله هو الدابر ويدعى المعاد الجديد يا ابو
فأنا يفكون بيمت فلا قدنا يا الله إلى حق الله إلى توجدوا إليا إلى أين الله يسأل الله إلى أيدي يا لا تتوابا من توجدوا إليا أفضل علي مدير كارا توجدوا إليا مدير كارا كلا وإزلازنا يا حدوا يا كوكو ميسا سيادر تاري توجدوا إليا قرآن كيف أكن سلا حدوا كن سلا أيضا وحي يقعني بألو بحي جينا يا أيضا لو بحي جينا فدرنا لو كن سلا يا فلا يفكون الله أيضا وبدين هذا الوقت مها يا وحاوى الناس وحد أخصان تلسيغه ووحا اسمي جلو إلهي ورميه ما هو وحكا لعه يعني اللغة العربية وانضع معناه التليه الإله اللغة العربية وحاوى بمعنى العبيد واي العبادة واي سادرت يجرنا قالوا حتى لا إله إلا الله باله ويجيبه وحاذا أجعل الآلية إله واحدا إنها لا نسيء عجاب ما سمعنا هذا إنها لا نسيء عجابه أنا نسي واصبره وانت لقال ملاوة أنا نسي واصبره على آلياتكم إن هذا لشيء عجاب يا وهذا إله الوجودين وحتى العابد يعني إله الكريم العابد ولذا الرسل وهذا لا تقدر تغيب إليا لا تقدر تغيب الرسل أيها لا تغيب إليا وتغيبك لا إله إلا الله فكه وانت معنى بإيه واحد وإذيه وإذيه لا لكن الرميين ما أجيبين إنا الرميين عدينا أيها لا عدينا إنا الرميين دينا أيها لا عدينا سادرت الوالي إنهم كانوا إذا قيل اللهم لا إله إلا الله يستكبرون هذه لا إله إلا الله ما هل إله ويسكي ويليني لكن وليس أنت من خلق السماوات والأرض هدل لها لا يقولون الله لا الله بليه وأبدله والياب إله يري وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم يشركون بالله أكثر كون إله يبر ما إله إله يبر ما إله يبر شيء إله شكه بيته وحولا سعب الكريم يعني دانب إيمان الله سبحانه بالله نعم الله بأوت الإيمان وما يؤمن أكثر به مر ما إلى إياه إيمان بيس لا مسلم إلا وهم مشركون شك إيمان قد عبدا ولله عهد كي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن والهداية الذين آمنوا إيمان في الشك وكل كرام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم إيمان قد قال الشيء لكن بظلم بالشك واي ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بالله إيمان مع الشرك أي الدار المقتل إلى إبان عبدين هاي فما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون بالله أكثر قول برمانا إلا هي مشركين أبوه مركة مسلمين اللي قال يسون شاق أولية منك قال هذا الفئة قال كل أخمة قال هذا هم كانوا رأي آيات وكسوا على سفركز كل آيات يعني ورد على وفات على المشركين على الكفار يعني تدر بينها هل وفات من سببك يعني آيات قالك لا أمجوه تشك قالك لا أمجوه الإبرة بخصوص بعموم اللفظ لا بخصوص سبب بالله هذا الآيات قالك سبب الشيء أنا لن أجب أن نمتعي لن تقال السيء مجره ما كنت قاله هدره ما كتوهيك كل واحد واي ما هوحك لأهم ولينا إذا كنت نواتو هذا الشان وأن نقوم بسان تأكتر وأن فقر سندنا إنت أن قادنا كبير بطا بسرين تأخذ الأسماء والصفات تأخذ الميو كبير أسماء الشيخ الشيخ لكن هو تصبح بحدود أو وقت القرونتي أو في أرض المسلمين تأكمل أي دود أي يدمك صبح سلف الصالح وقت الدين تدافع عيال إمام أحمد وكمل يا إمام شافع وكمل يا إمام مالك إمام أبو حنيفة كل واحد دافع تأخذ الأسماء والصفات وأسلوب بالمدان والجليل يا الهدين يا أهل الكلام في أهل الفلسفة وأشعري لأيك أشعر سنة أكمتها وإذا من ربنا كتبت وإيكا أشعر حدود الجهلية حدود المعتزلة حدود الأشعرية وإيكا أشعر كله هلا أخي سيكتبت هلا نغضاء وحان إليك محمد عبد الهلا أبتسى أن نغضاء سنة مرة بها وإلى أولا قطاع إمام شافع إمام أنا ما أكبرت العسل إمام شافع ذلك مرة عسل أنا ما أكبرت العسل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد نولى ليال كلمات قد قالوا بها إن شاء الله تعالى لنا كيد هذا الموضوع بدك بها بهرطة وحوي القيدين توحيد كمحاول دليل شوابت قابل تايوحى الدليل والاستقراء الاستقراء أي الدليل والاستقراء من الأدلة الشرعية معناها استقراء هوحى لإلى هذا باريس كوت وإنت النصوص تنبو السجيين لقل الصباحي نتيجة الصباحي باوحى لإلى هذا الاستقراء معناها الوحى ويوحى لقيا إلى أنه للنس أورانيا توحيدكو والربوبية أولوهية أسماء والصفات سأرني لكن واحد لهنا يا قرآن كمركي اللي بحق له آل لو بارو بارس نجو سميه
qaabka uu ka hadlayo mowduucyada uu ka hadlayo ilaahayna ku saabsan baa saddex noqonay. Qaybu waxay ku saabsan tahay addoonka iyo waxa laga rabo inuu sameeyo waa uluhiyada, waa cibaadadii. Qaybu waxay ku saabsan tahay ilaahay magacyadiisa iyo sifaatkiisa iyo waxa uu mudan yahay, waa qaybta la yidhaahdo alasmaa wasifaat. Qaybu waxay ku saabsan tahay ilaahay afcaashiisa subxaana wa tacaala iyo wuxuu sameeyo oo loo gooni yeelo, waa qayb qur-aanka ka mida. marka istiqraa qur-aanka lagu sameeyo horta taqsiimkan ku yimid jawaabta horta waa taa. Masalada labaad waxa weeye tawxiidka qaybintiisa anagu bidca looleyn. Tawxiidka culumto dhan baa la qaybiyaa, waxaa la qaybiyaa aangifaalibi siya naxwan oo kaleeto, waxaa la yidhahdaa kalaamku waa saddex ama kelimadu waa saddex, ismi iyo ficil iyo xaraf. ma daliil alistiqraa alistiqraa baa daliil u ah. inta hadalkii carabta la dhex galay baa waxaa la ogaaday saddexdaa qaybood wax afreeya inuusan jirin, waa istiqraa. anigu maadoo madhabkale sheeganayaan oo ashaacirada tawxiidkay qaybiyeen intaan u qaybinay in ka badan bay u qaybiyeen. waxaana ayaa kitaabkii la odhan jiray sharxu jawharati tawxiid oo uu leeyahay bayjuuri ayaa iska leh. waxaan jeclaa inaad ku dul aqriyo qaabkuu tawxiidka u qaybiyey qeexitaankiisa. wuxuu xaashiyada ku yidhi bayjuuri sharaxiisa wuxuu qeexayaa tawxiidka, wuxuu yidhi attawxiidu lugatan alcilmu biana shay-a waaxidun. tawxiidka waxaa la yidhahdaa in la ogaado shaygu inuu mid yahay. wa sharca wuxuu yidhi bimacnaa alfalli almudawan. tawxiidka sharca waxaa la yidhaahdaa falliga magacaale ee la qoray baa tawxiid la yidhahdaa sharcan qeexitaankiisa. wuu qeexay tawxiidka wuxuu yidhi walmuraadu bihi huna alsharci laa bimacna alfalli almudawan wa huwa ifraadu lmacbuudi bilcibaadati maa ictiqaadi waxdatihi waltasdiiqi biha daatan wa sifaatan wa afcaala. tawxiidku wuxuu ku qeexay cibaado iyo asmaa iyo afcaal buu ku qeexay bayjuuri xaashiyadiisan. ayaa aan ka gudbo qeexitaankiisa wuu qaybiyey, wuxuu u qaybiyey qaybahan soo socda. waana qaybo la wada yaqaano ashcariyadana raggu waa soo wada maray, soomaalidu waxay ku maamahan geelnabarjir soo wada mar. inta aad yacni ahaydeen ama aad haysaan iyo kutubtooda waa soo mahan jirnay, waana soo marnay ficlan. intaa waanan ogyahay wax qarsoonna maaha. bayjuuri isagoo qaybinaya wuxuu ihi qad inqasamat mabaaxitu haada alfanni halaaata aqsaam. fanniga weye waa fanni tawxiid, saddex qaybood bay u qabsantaa buu ihi. ilaahiyaat wa hiya almasaa'il almabxuufu fiiha camaa yatacallaqu biliilaah. waa qaybta koowaad uluhiyaad ilaahiyaad baa la yidhaahdaa, waana masaa'isha lagu baaro buu ihi wixii ilaahay ku saabsan. wanubuwaat waa qaybta labaad, nubuwaat wa hiya almasaa'ilu alatii yubxasu fiiha camaa yatacallaqu bilanbiyaa. wixii nebiyada ku saabsan wixii culumta ka hadashana nubuwaat baa la yidhahdaa, waa qayb tawxiidka ka mid a. qaybta saddexaad ee tawxiidka wuxuu yidhi wasamciyaat wa hiya almasaa'ilu alatii laa tutalaqaa axkaamuha ilaa min alsamci, waa qaybta adilladeeda maqal mooyaane caqli uusan geli karin, waxaa la yidhahdaa samciyaat. ilaahiyaadka ayay saddex qaybood haddana usii qaybiyaan. waxay u qaybiyaan baabul asmaa wa sifaat marka la joogo waxay u qaybiyaan waajibaat iyo jaa'is iyo mustaxiilaat. nubuwaadkana waxaa loo qaybiyaa waajibaat, jaa'isaat iyo mustaxiilaat, wahaakada taqsiimaad intaan anagu sheegnay kama fara badanba. insaan maraya hadda dhowr iyo toban qaybood baan gaarsiin karaa ashcariyadu qaabka u qaybiyeen. wixii marka waxa weye culumta qaybintoodu shay ceeba sidiisa maba aha. maxaad taqsiimkan u samayseen ashcariyay ood sidan ugu qaybseen cilmiga tawxiidka? waa mas'alo u noqonaysa culumtoo dhan baa taqsiim kale. ujeeddaduna waxa weeyaan in loo fududeeyo dadka fahamkiisa, loo fududeeyo si ay u fahmaan kitaabka ilaahi iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam. waa tafriicaadka saa taqsiimaadka qaabkaasa loo sameeya. taa waxaa ku tusay inuu arrinku sidaas yahay. culimada ahlu sunna waljamaca in anagu matalayno ama salafiyiinta ah salafka ah qaybahooda waxaa ka mid a qaarkood waxay u qaybiyaan tawxiidka laba qaybood bay u qaybiyaan, qaarna waxay u qaybiyaan saddex qaybood, qaar waa ka badiyaan oo afar qaybood bay u qaybiyaan. wixii inuusan ahayn wax marka yacni laazim ah oo laga badin karo
la kordhin karo qolo walba qaybisay taqsiimaad kale ujeedadu ay tahay in dadka la fahansiiyo horta mas'aladu halkaasay ku salleedahay ninkii u fahmay ilaahay baa la qaybinayaayo saddex qodob loo qaybinayaayo waa tufaamkaagu waa khaldaye xataa daalibulcilmi mubtadica min daalibulcilmiga xataa cilmiga bilowgiisa ku jira uma fahmay ilaahay baa saddexa tawxiidka saddex fanni baa la qaybinayaa tawxiid la yidhahdo ee ilaahay lama qaybinayo waa fahm xun marka inaad ilaahay baa la qaybinayaayo ilaaha rabbigii muxuu yahay oo ilaaha ilaahay muxuu yahay oo ilaaha ismigii muxuu yahay waa fahm muxuu aanba u fahmay sida anigu ila muuqato intaa haddaan intaa kaga baxo kulo waqtiga waa lin garaaci doona aan umalinaya waxaan geli doonaa odaygii ku hormaray ama sheekhii ku hormaray mas'alada waxyaabihii soo jeediyo taqsiim baan ku ictiraamay baan doonayaa mid midina nuga jawaabo midda kowaad horta wuxuu ihi rasuulkana kama sugna qur-aankana kuma sugna waan sheegay qur-aankana inay ku sugan yahay sunnada nabigana ku sugan yahay laakiin istiqraa iyo baadhis lagu sameeyey inay qaybiinta natiijadeedii tahay saas wey macna aayaddii la akhriyayay baa ka mid a tawxiidka oo qaarna gaalada ogolaayeen qaarna ay diidanaayeen baa taqsiimka ku tusaya qur-aankaana aada u cabiray inay qaar ogolaayeen oo ictiraafsanaayeen allaha baa anagay lahaayeen qaarna way diidanaayeen maxay midkay ogolaayeen muxuu yahay midkay diidanaayeenna muxuu yahay hadduusan qaybo lahayn waa su-aal la doonaya inaad ka jawaabtaan midda labaad waxa weeye mafaasida uu ku sheegay khalaas waxa weeyaan 15 mirir oo qoladane wadaadaha iyo 15 mirir oo haddana marka waxaan filayaa markaan 15-ka iyo 15-ka ayada maato inaanu waqti kalo aan sii wadna aanan haynin aan haddana dib ka sii wadeenno horta waxaa ilaahay mahadii ah haddii aad muxuu ahaa ku hadasheen tawxiidku saddex qaybood buu u qaybsamaa haddii afkiina laga hadliyo haddii laga hayo horta waa ilaahay mahadi tawxiidku saddex meelood buu u qaybsamaa oo tawxiidu rububiyo iyo tawxiidu uluuhiyo iyo tawxiidu lasmaa wasifaat inuu tawxiidku u qaybsamo haddiiba muxuu aha afkiina laga hayo intaasoo islaamihiina ay dhagaysanayso horta waa ilaahay maadi intaa markaan ka gudbo hadalkaa walaalaha yidhaahdeen afar masalaan kaga jawaabaya masalada u horeysaa waxay tahay oo walaalahay aan hadalkooda aan kaga jawaabayo tawxiidka tawxiidu rububiya la yidhaahdo iyo tawxiidu uluuhiya iyo tawxiidu lasmaa wasifaat noomayna macnaynin waxaana waa lafi carabiya waxaa la rabaa in la macneeyo oo macnihiisa dadka laga dhaadhiciyo marka tawxiidu rububiya iyo tawxiidu uluuhiya tawxiidu lasmaa wasifaat macnahooda ay ku sheegeen maanaan ku qancin islaamkuna inuusan ku qancsanayn bay ila tahay ee waxaan dib ugu celinaynaa tawxiidu rububiya marka la yidhaahdo yaa unis baa ku jirta waa tawxiid rabbi loo nisbeeyey tawxiidu uluuhiya marka la yidhaahdana waxa weeye yaa unis baa ku jirto waa tawxiid ilaah loo nisbeeyey tawxiidu lasmaa wasifaatna way ilaafaysan tahay oo waxa weeye iyagana waa ilaaf macnaha ay ku sheegeen manaanaan ku qancin inay ku noqdaan ama wax loo baahan yahay masalada iyada intaasaan kaga gudbayaa masalada labaad waxay yidhaahdeen gaaladu ilaahay way rumaysnaayeen bay yidhaahdeen aayaadna way u soo aqriyeen oo waxay yidhaahdeen gaalada tawxiid wax la yidhaahda ayaa laga helay muwaxidiin bay ahaayeen oo ilaahay bay rumaysnaayeen aayaad qur-aanana waa loo daliiliyo waad maqlaysaan idinkaba marka waxaanu leenahay
آياتها معناه ولا لهي مين فهمين قال موحدين أهيد التوحيد قرصنين آياته مين الشيئين قال التوحيد مقرن إنه صار إسلام وضالي إسلام كلمية قال أنه صار قرن موية إصابة قال لمن التوحيد مقرصنين محاول دليل أرنت آيالا إلى هاي وحي القرآن في سكيري آيات ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء إن الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون آيات دلال كذا محيكويري إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار إن الله إله إلا يهدي ما هنوليه من أحد هو إسو كاذب بين لوه ومرك لويديه ورسولك أولم محاوراته وسؤاش اللي وقت كايه ويضرور النقطة إليه كم هو هذا الكيد هذا ليقول ما الله إليه هذا إليه هذا الكاسي توحيد أهين وإن الرميسمين إله هيبا محوها كبين يوحر إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار أحد كاذب أو بين لوه وهذا الكاولي هذا إلهي ما رمي بيان على كوة كفار أوه ولي كفر لما بضن إلهي مرنا مهر ولي ملك إلهي وحكسة القرآن كيسة ليقول إن الله إذا أولي إنه بيان على كوية إنه كاذب كفار كوية لأي كفر لي قر لي ملك المؤمنين نغضين ملك كذب ملك تاس توحيد كملك لقيبي توحيد معها توحيد الربوبية هي توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات لو قيبيه خرطة لغمها يا قرآن هذا لغمها وربا مرك يا مشان كي هذا مروح الليل آيات دليله ولا يقول إن الله ما إليهم بلي إننا آيات الدليل وهم إلهي بأن في إن الله لا يهدي من هو كاذب وكفار بإلهي مرنا واحد ماشى كي يدي وحوي استقرام حوها توحيد كوسو ناضي إلهي بارد كل أريان بتوحيد كان نبي الله محمد لين نبوس وديها وحولما تتبع لكوسو ناضي وحولما تتبع علما شاب شاكتم يا توحيد كان نبي لين نبوس وديها كوسو ناضي كلا كوسو ناضي توحيدك صدح الله قيبي إلهي مشهرين نبي مشايين أصحاب الرسول الله مشايين تابعين مشايين ما تابعين تي تابعين تي مدنا مشايين وحب الله وضي توحيد صبح الواقع يريو قرن جيت الضباب بالوضي قرن جيت الضباب أيوب بالوضي شيخ اللي إله هذا محوها ابن تيمة أيها رب الله بتقسيم كايسك وحنا صو عام بحي سنة كيسي دلات جره مركا توحيد كان لقيمين يا وا توحيد وقتك إسلاق أبل الله هدو استقرية يا هدو سيكالو يا هيبا لكن وحكا ورأي مجرور آيات هذا اللي سعود بليليا محوها ليقولون الله لليه ليقولون الله لليه هدى إلهي يبقى في أول مقشان إلهي محيولي وإذا قيل لهم السدو للرحمن قالوا وما الرحمن رحمن محيولي هاي لعليه ومن إلهي أنك سنبه دار رميزا ما يكلا مر ميسنا وحكى له والله رب الله انا مثلا من يحيي العظام وهي الرميم يا لفها نورين يا يعني من يحيي العظام وهي الرميم لفدا لي يا صو نورين يا سئلت من ديدا يا اله الرميسن اله مر ميسن اجعل الهه اله واحد ابو انت شو سو بليني مره تقسيم كان هو تقسيم حادثه او ديتا حادث كو او امده لو دمنيو واحد ما استقرار التوحيد سيسا وكما بلانا واستقرار لي هذا علونتا كاليالا تطبع مولي التوحيد إلى هاي النبي الله محمد أسعدي به استقرار كسرنا لي يتطبع وحجرا معها وحسنوا لك الكلام نيكي الدليل كذا هي انت انتوها التوحيد كتطبع كسرنا لي حدي قرآن كاللغاك هنا أما حديث كاللغاك هنا وانقاضينا لكن التوحيد بلا تطبعي في زمننا هذا السورة قال ما تاس مكتا كلاوة حوالي فرعون محوذي أنا ربكم العلابو يا
ربي مي ويناب على هاي هاي ما ربنا وشك ما لكم من إله غيري يقول أو محوها وين كريم محوها إن إله كريم إني جروان كريم غير من إله من أي مركة مركة وحوي توحيد كالله قيبين يا إنا محوها قيم تاس جروان صوشة إنا سمحوها إنا إله الرميسنا إنا آيالها فربنا بأدري له مركة هذا كي يوحن كيسو كوريا مركة إسلام كي هو إنا أفر صدا كان الدكتورة لان توحيد فتحجرة من ذكر الجواب وراك إليه أشعري وحي أقيم السي موها طور توحيد بأقيم سليه هذا توحيد هو هل والله إله إلا الله محمد رسول الله أنبياء يصبح بقول يصبح بقول يصبح يتوان أما صبح بقول يأفر يتوان لغو شاكو قلب علماء سيكو شاكان نبي ورب مركي لصدره وحيدك وشاقي جري توحيدك من يا لا إله إلا الله محمد رسول الله مركا كبعد يبقى واحد وكهل لجري وحي معسيه وزيلا كاجبت يلحي يريجري مركا هذا الكاولي هاي أشعرية وحي قيمس التوحيد أشعرية التوحيد ما لا يقيمن ما رقيم دونته توحيدك هو لا إله إلا الله محمد رسول الله وحي عبر مركا كهل ليان صفاتك ومما يجب صفات بيتريان مويه وصفات كوحي اي تريان بنتا كدريان مويه ماها عقلية اي قيبيان مجرته مرأها ماذا كلمك توحيد النبي لليه ربي صفاتك الهي بك النبي محا ربها توحيد لسي قادر يا صميع يا بصير يا محا توحيد لسي صفات ربنا باجريه ربك ليه توحيدك الله وخاصي لي مركا معناه مركي حق ويردوه الرحمن الرحيم ها شانت دقيقة انا يهدينا قدر ان شاء الله وحي يهدينا قدر لحد السنوية ان شاء الله اقوة المسلمين قررت وحي الله سبحانه وتعالى سلام نوسان اسوه اجتماعني مسلمين قررت ايمان كودو خالص يا الله نقدر فاللباد وحان كهل الله يا تقسيمك اللي يري اشعرية غير سي توحيدك ما يستنى قيدين وانا لا اشعرية وقارت رسالك دي دلنا تقسيمك شيخ باكيري كتاب كسل سوك عيانا وحا لغا سوك عيان وحا يلمين من باوغ وحا يسترق عن مانسا بما المهما يراد إلى هذا مركا مهما يسدح هاي سوك عيان سدح لما وانك تواليا من باوحا اللي يروح وحا يستيبالي سبق وحا يستيبالي ربها الدورة اللي يرالا وحا كعين كلا دبع عدوي مركا سوحا اللي يروح سبق وحا يست دبع عدوي مالو كدل مركو وعيو سين تقلي مركا سوحا يترى وعاونا مركا سوحا دورة يهلق اسم رأى الله أمام سريسا بي هذا الرجع على واحد من السنين هيان هذا تكلم إذا الموضوع كاتين شرعي أديك أنا مسيرة سمرة يهرب ولا لاي فاسرت واحد كذا مهما هيا نيك يا دي لقدر مهما هاي مهما هيا دي غير ترى واحد كذا مهما هيا سير علي بقى واحد يجي من مبتدع سنة كيسي يس واحد راد شيء والله ما ما يس فاده وشيء أنا لا أستلم شنطة إذا سير علي مركز سوق كبير وعير لا حكم إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم سير علي كبير آه لا هي حرسوك سمعنا حلم كلمة شرم الكاسيري هي كلمة الحق ولا تريد بها بابدي وكلمة حق هي لا تريد بابدي وكي داني سيد علي حاكمة عندها وكي داني فاسم الله عنه وكي يا مهما يد الكفر وحان لك كان الله يا شاعر الله وحان الله يا شاعر الله يستر مالك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان سيدنا يسمى هل الإيمان بجميع ما تأسسه الإيمان وعلي في الجنان الإيمان في الجوارح الإيمان على اللسان نية وقول وعمل بأركانه إيمان كجنان كان محيي التصديق بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة المسلمين يا يدي بك رأنساس من اسمه لله لا أنتبه شيء نبي محمد يحيي لي يدي القلب يلقى تصديقه إليس الإيمان هيا أنكر يا إيمان هيا أنكرك وأمليس ما نبي محمد مسلم حيي من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وحنا لا بد أن لا إله إلا الله وركم في الله نور الله غفلا تعالى لنا لنا نبي جميل الله كان عليه سلامة وسلام وحنا سوق فارين جهات كل جسوا قرطوا وكافرة مركز وسوا سلسلة كفرة يا قل كل مشري سال الله تعالى قال الله مركز سوريا محمد أو قاتل ثم أسلم أم قاتل أم أسلم ثم قاتل ما إنسان دعا الله هذا الإسلام يا وفرع يا ما استهدى الإسلام عليه هذا ما أدري مركز سوريا أسلم ثم قاتل بيري النبي عليه الصلاة والسلام هو قاسم بيري مركز كبعد الأدقاء
وهو يري أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يري صلى الله عليه وسلم بذلك هو ركا جلد هي حياة اللي يري مثلا مدوينة يري هذا أنك سلم يري تلك تاسك عمتا أكوها يسعفك إلي هذا أنك سلم وحياة داراتي بي فقلت له نبي محمد عليه الصلاة والسلام عمل قليلا بيري وكثيرا مثلا ليس ويجير كثيرا بيري النبي عليه الصلاة والسلام وحي يربع عام فلو هلك كلمين ليني وحبا لنبع لم يؤتر فيه وكالله هرم يجي يجير النبي عليه الصلاة والسلام حسب المسلمين ما كفى رسول الله عن أمته صلى الله عليه وسلم توحيد استخراج استغنامنا ليس بالتوحيد وليس في دين محمد صلى الله عليه وسلم التوحيد ما جاء به رسول الله وهو كلمة شهادتين كلمة شهادتين واحدة هذه الأشياء واحدة كان توافق في الصمت توحيد كان الله يوصل وأن رميسان لا يمتك أيه كان بيدنها نوامتك ولا لا ينهرت إلا كذب فيما استخراج استغنامي هذه أمة المسلمين أمة محمد أمة المسلمين أمة المسلمين باتي إلى هذا الكود أرسل مكان استغراق برتان بس كينا محمد برتان عليه الصلاة والسلام آمين بس كفيري كينا محمد الله يرضى آمين كان استغراقنا الله لك الدين كان استغراق كسب على الله لك الدين إسكال عليه مركة استغراق كسب الله وهو إيا مركة صفاتك إيا وهو إيا توحيدك إله سبحانه وتعالى سوالي سواشا نسين بليه فاسا فقط ليا إلا لله 99 ناس من دين النبي عليه الصلاة والسلام سوالي سواشا نسين بليه بلتسم التوحيد ما وصل إلى مركة هذا ترى أنا صدق أنا مسلم أنا وأنت كنا وكنا بسنايا وعالم هذا ترتيح أحدين يتساويون الحمد لله رب العالمين وقت غير بعض القضاة بسيرة من ثانية واقف بدبيان ندكوا أن هرتها الشيخ سيحر توحيد كقيمه صلى الله فصير الربوبية هي ألوهية أسماء وصفار الله فصير أنت كبدا الدين لفهمي هاي وحالما لين يا عقوبة هاي دروس دارنا بحيو شافوا إنه مقنع يقولوا توجي ما كان جرنا لكن هو فسري وعامل الربوبية وكل ليه أفعاش إله سبحانه وتعالى يوح الصمين يوح علم يقصى صنبا الربوبية علم ذو بحيل وله يغلى وح اللي هذا أبو مدى عبادة الصمين يان يوح ربي كدولا يإني أبو ليلان با وله يغلى الأسماء والصفات لوحى لله هذا إله مجيئه سيا تلمامها الجوردة أوليها أبو مدى إلى الله ذاكن أنت سبحان الله وارك علي تفسير الله واضحي الله بشافه حرسيب على وديس السلام الله وحوي الوحى في عنا على سكوب الأمورين أيضا هذا اللي صفر فديه بعد ما واحد لا بطيء إن هذا الكل اللي حيه وفي الله من الليل أحد الله نجمع أقوى واقع قال أبو موحدين ويمتروا لكن وحى لي قرآن كوكو شيغي مبازيد قار كيد إن أي قالد الرومي سنائين ها أهاتي مبازيد أي الرومي سنائين إن إيسا المؤمنين كل قنن والمسألة هلا فهمه مبازيد قار كيد بي الرومي سنائين ها أهاتي إلهي كمحكم إن أي المؤمنين يهيان قالوا ولي أهيان إلهي تشريتان كيسا وير رومي سنائين إنه وحوال بأبورا وير رومي سنائين دبي يدافين وقعنت كواه يوير مسلاين محبة أحيانا عبد إنسان مركل إذا واحد إلى إلهي بنفسه جينيان إلهي شريتان كثور مسلاين وأنا مذديدة وأول قيب كم دوي بل مركل حشرة واحد بيشرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك ها ندى أديك وحكله وذا قام هذا شريك ملهد لكن ندى وحكله وذا قام هذا إلا شريكا هو لك تملك وما ملك شريك على أبيه الملكين لكن يستجوى أخوه الملكين بالنب شركية أي كل عين توحيد الألوهية عبادة القصة أفسان بعد قال لما الله أبوحكم لكن إلهي شريطان في صور المسألة قراءة الشريك بل فرعون وطاقية أبوهنا الله يقول سبحانه وتعالى نبي الله موسى مكوكهن لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر يعني يقول لي فرعون فرعون هو الأكتهي آياتها الآن لا إليد وحال الله إليد سنسود كنين وقتها آيات ذيك الواكيها واستيقنتها أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ويقلن سدين السهبان يؤذيهم لكن أستيقنية لبا الكهب المولانا وير من إسلايين بعدها أغاشها أي أغايين إلهي إن وحبورا وحيرزاقه كون كما منه وي أغايين قرآن كان الشيخ هذا بيدي سوحة قرن يا الله هذا بيدي سوحة قرن يا الله هذا بيدي سوحة قرن يا الله ها أهاتين مين يريد مجرمون من ذلك المقلين أيضا صافي قال أهاتين
ما هي جالب كل نقدان لأن واحد الدين إله إلى عبادة الدين ولا إلى إله كله بريان إلى إله كله يحوي بستان إلى إله كله تبي يتنف ولا ألا أنا ليش الدين تاسوها وأنا مدر رسول شو عبد الله تقول اللي قلبه على تاسه معنا ما كرت وابن أبو رب عبد أو هاد إذا الله صفر فدي الله سكوت أبو رنيع واحد إذا هذين جالب الموحدين بيا هاي فرق بين الموحد وبين من يؤمن بعض المسائل إلا أنه لم يصبح مؤمنا بعض المسائل منذ بيسلاء أو قالها هذا قال هذا ما أنت جوت من مثل المسائل هذا هذا السوق بطه أو ترى هذا ألا ما ترى الله مكلين إذا منذ صار سبلي يا ربك يا أبو ري الله يا وحتسية الله وكي قال هذا قال أو من ملك السوق دركتان دور رميسين من دائسة نبدأ علينا قال الرميسين واكا لكن رميسلين تنبدأ أي رميسلين مرنا المؤمنين خذوا الكوت كمين قابلين الدين كان مجمسين آخرنا مخلدين في النار ويانا موحيدين لما أخذ مؤمنين لما المسلم يهرت واحد ويان إلا لقد نقلم ما تشعر عيو ولا تدع لنا نجيب رمورانين ماذا الله هات؟ وكجد بيا وحول شخوك يريد توحيدك استقرار كسب مهدي يوم مقابلنا مثل توحيدك نبقى يوم مقابلنا وحافظي عمرك اللي دوني قام علماء الله دوري قام عمال الله دوري قام علماء الله استدلالاتك يقابك يقول دوري ما وإنه نقطة قام علماء الله ماشا مسألة اللي قلية وجهة اللي قابارة لك علماء إنه كابارة اللي دوني لكن حماس كعاطفة الددوينة كيف قبطان كرافان مقابلنا واحد دليل من الغرس أصلا واحد دليل معه مسألة مركة وحيوبة هلتها توحيد كي لا يمحنا صلوات ربي وسلام عليه أوليه أي قرآن كي يصنده أي كتساوى كان رمي صلى الله وحيليه لا إله إلا الله بأن نودي دينها ورياد دي لا إله إلا الله لكن لا إله إلا الله دي دواء قال بإجماع المسلمين من دي دواء مكشره وإفتراءات صلوات يسير ما شكد عبي الأمور خد عيوه لا إله إلا الله ما دي دينه توحيد كي قرآن كلي من صنده نطفي من السلف كي أنكب حلوات توحيد كنقول لكن مركي اللي يرادوا والتقسيم كان قيطة الآت فليسان حاجاتك كانتين دليل كيد المحوية هاي باوحا نولانا هاي قرآن كي مركي علماء دي بح جلال او الصحابيث دي مبيقى بح جلال بان نتيجة اوحا اصاب بحضي سي اي ذاتك افهنسيان او علم دان افهن فاهيان الي يرادان قيطة سواسا قيطة سنواسا قيطة سنواسا وحا الله قيدنا يلا وعلم بين لي يا اللهم أها سبحانه وتعالى وعلم لك كسر سن ربك سبحانه وتعالى تاسلين تاس أيها كيوب البيع مدك لتوحوي استقراض هو دليل شرعي منك يلي استقراض دليل شرعي ما توحيد كاللو مد دليل شنكره وحنكرر مع علماء منك مدليل إجماع العلماء واستقراض ماشو كي مدليل إنه دليل الاستقراض العقلي والاستقراض النقلي بل من أقوى الأدلة هو. من أقوى الأدلة كتبت أصول كولات كتبت وصول الفقه وحاك تقر ذلك اللي اسكوها فقصيها الاستقراء مجالات كوغلين مكملها من أقوى الأدلة لأن بدلك هل حديث أنا هل آيادة وحديثون قول لها الدليل مسألة وحا الدليل أقع انتاسو آيادة دي انتاسو حديث ما دليلها كيف حفظ بدلك وحفظ بدل الاستقراء دا حفظ بدل مرها استقراء دي وح ميلك للاقاك يا ريه قيبين تنصوص تيبح قلقونا فوحا كل ما ينتاسو آيادة انت سو حديث با كو كلمه بركاس الله يها وحي دليل ويهين انت روس انت راس من ليسن قاعده النوع عاص استقراء الليل ما استقراء الى فهم دام ما جعل او ات فهمت سيدي علماء او كراد فهمت السنه كان واك بديا طيب شيخ وحيري نبي والله اله النبي يدي سو درا يا 300 دور كاها اما كبر اما كيرها وحليه لا إله إلا الله محمد رسول الله وخلط لا إله إلا الله بإليه مادين محمد رسول الله نبي حمد عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خلط محمد رسول الله نبي قال لمركو يمد نبي والبكتاب سواء لرب شارين شرئينه إمام بأن نبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن توحيدك على لا إله إلا الله محمد رسول الله نبي محمد عليه صلى الله عليه وسلم وحيث الرسول كل إلى إسلام لا إله إلا الله نبدأ أسكم من إسرائيل وأقول بأن دائرة نبدأ صدحات وحاول صحيا كلمة يعني حديث وشيخ صوقات لكي جهادك أأسلم أم أجاهد بول أسلم ماهي أسلم ويهرت حركة لها فوس عشر
وحن يعني فلقة أبوين يتكفان تان ورجل أي آذ يا آذ أدنو دا إلي رجل كجسي تان والله غدا سنشيك تان وحن شاء الله إلي دا المغدا تشبنين لو غدا وفلقة كلية دا حساو إلي دا تشبنين وهو كبير وكو تشبنين باتي على الله إن شاء الله تعالى ولا أدسوا إلى لسان ندك نتواكسي قد بيا توحي إيمانك سجتان كيس الله سجد تقسيمك توحيدك لقيبين ولاك وروحه يلي قيبين توحيدك لقيبين مفاسد ما كبلت وطري شيخ خاصة وكذا أشعرية ده نقول أشعرية ده تقسيم كذا ولا ده وحر الجرنين ما وحر ينكور هاي من منهب كيش يجنا يان نسوي إسديتين يان لا وضع مدوي وأحلاهما مر لا وضع كون خراب كون معامل وخراب وكذا دري كتاب كان وحر الصوق هذا كتبت أنه يعني وحر عن آخرين ضد كبرنا هذا الرسول قال التوحيد كإلى أشعرية القيبسة مرة ما يسنيان لكن شرح جوهرة التوحيد وليد هذا تحفة يريد وأوليها إبراهيم بن محمد البيجوري واللفظه كأخري إنك دولة نحن حاضر وأخرين كرو أنه أن صبر لي عمر كان أشعرية أهلنا لا أخرين شري التوحيد كإنت صوب قيبات لهم قيبين شري إنت صوب قيبات لهم قيبين شري وحان ربها هلا إلي كتشوا لهم قيبات حقيقة كيلين حلو وروري الله حلو لنا استقرابا نكوها إلا وانكوها تكسلنا إلا قيب الله لكن إليه إلا هذا من الكوذبة إليك إنكراما ما أنها قيب الله داري ذانا كان هاي لا إله إلا الله يشعرين متين يا إما إلا ينقرن يا إما إلا هاي لا ولا مدوه أشعرية هو قيبية كتب تضع لم يكن كتالة حتى مختصرات كمتونتا بل كتالة واخر إسكداي إلا أشعرية تلعيد كقيبية رو إنت سوى قيبية قيبية بيجوري لصدق قيبية 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 والبنى هذا قيبية كروسي قيبية كتشواب وايدين كباها الله أوري بيزنين وكذب بيا إيمانك قال هذا اللوت ديري إيمانك قال هذا اللوت ديري سيبع مشركين لوغو مقعابة يضو إيمان لإله بكم مقعابة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ووضع سي إلا وهم مشركون وحالية حالد أي شركي كتشيران فيهدنا الرميني يعني وفي رسالة ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون والحال أنهم مشركون وتفسير كصوالي لهم سيوسي عديان بس أنا ذلك حالد أي إلهي الرميني يعني فيهدنا الشركي سميني يعني رمين تواتي أن صوش يقلي أو أه بعض المسائل أو إلهي إنو كون كما مرأب الرميسلايين مشركين لما ركوا أهايين أو إلهي سبحانه وتعالى يأدو مدي سواح السجود دريين وانا مدى أي كبقى لهم مدى كانت شيخي وروح يري وحي بيان الرب هو الخالق المدبر المالك ساسي بيان مركز أوحي يري فرسما يقال إيا فندي والإله فندي فرسما يقال أكو بيه خبأ فاحشة جدا وي كلمة الرب فرسما يقال ماها خالق لفرسما يقال ماها ولا نور إله بدلانك كبعض رب جه الدين لفسره مالك بال إله هذا وحال إله مصلح بال بها مدبر بال بها معانا سكين هذا أنه قيبين تان قيبين لنا وحوى خالق هي مدبر هي مالك وهل رب سبحانه وتعالى لكن إلهي استقوى كلقي أبو الصفات فربنا ليه تلمانه ليه وحكتب أمي إله مخلوق أبوره وحكتب أمي وحوى بينه قعنت كوهيه وحكتب أمي وحوى البمامنه وتلمانه سي الله سبحانه وتعالى أولهاه إيه ماها إلهي الله قيبنا يا ماها ندك لاتو روحا وحيري ربوبية إيا ألوهية واحد يعني يجتمعان ويفترقان كالفقير والمسكين ما وحا لقاها اللي يعني الويدية ما وحا لقاها اللي يعني كلمة الربوبية والألوهية لغة سيدة كلمة الفقير والمسكين لغة نسا وحا لقاها اللي يعني ربي إيه قيب سنكيس إيه صفتيس وحال لقاها اللي مثلا وحال لقاها يا كلمة الإيمان وكلمة الإسلام يجتمعان ويفترقان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع بعلم ذي لا وكلمة الإسلام وكلمة الإيمان سيدو كلاتو مسكينك إيا فقيرك معنى يستقوه ما دام واتشرا لماذا كلمة هل معنى وكبح ياتشرا معنى مدن البدوني ولا رهين واتشرا ساسا لقاها سيدو كلا وحال لقاها كلمة اللي راهنا مثلا يعني الألوهية كلمة الإله كلمة الإله معنى أي قول لا تاجرة كلمة الرب له معنى قول الآيات لا تاجرة معنى إلا بضع السبوء إمارة يلا واجرة وحالا دخل لي وحوى يوا كلمات يلا غضرة يسي سبوء ما دار يحقيكو كلا تغان وحالا دخل لي وفيدا إيانا لغة عربية نكي يقانانا ويقانا كلمات وحاجرة
يعني بينهما خصوص وعموم من وجه إلى العلماء الأصولك وملا السبيل هذا ملا نكون كلا تجا وحال لا أدري مركز الله سبحانه وتعالى ملا لا أدري وحال تجب حياة شيخ ياسين يا تغدى بر بسم الله تغدى سيا بركاس وحان وفاء ذي سنية سيد الشيخ الشيخين مسائشان وحان دوني ناس علمية إن الله صوب النقا مسائش ومسائش سي علمية عن وقهض الله ورادك الشيخ محمد دقاح بروح يري تقسيم التوحيد وحب بالأوضي قرنقي تضباط بان جعلها إنو يري أما السديادات ووحب بالأوضي منك اللي يرى هذا ابن تيمة ابن تيمة ابن تيمة لما يرى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يا ليرى هذا وهو هي تقسيم كالتوحيد كمبل عابن ابن تيمية شيخ الإسلام مبل عابن تقسيم كالتوحيد كمركي في رغض بالأودان ومرجعة تمد وجهن بن صفوان السمرقندي ويمد وهي بالعابن نك لديه جرى عمرو بن عبيد هي رجل لم تكاها هي بالعابن صفات إله إلا إنكره أي علمات بالعابن أدلب بذن وقت يعني سامحيني وحن هيا تابعينتي أو كهالله هيا أغسام تان توحيدك شرط ما هنين اي رهدان توحيدك هو غيب سماء ربوبية اي ألوهية اي أسماء وصفات لكن كهالله يا وحي توحيد الله في أسمائه وصفاته سلاسة كعب ريان إن إلهي فضلكم عام السيئ وحويا الله الصاعدات ومسألة سيدتو لقد دودي وحاكها دي شان يتوان مرير ولا دهني يشان يتوان مرير ولا دهني مركب وحان استثني هدان هدد بالله ونو انا نسكب دمينا اي فعنان لهيد لكن ما دمين كنو صلاة نيسو قليسة يا نيسو رح قليسة وان دبا نوبي انا سديد ساعي مركة اي سديد كامل بقى لا يا شيخ نص ساعة بالبهنة 15 دقيقة و15 دقائق وصلنا خلاص ساعة بيت هواي هاي وحاويا مسألة ليتو شنية طوان كان مرر يا شنية طوان كان مرر ايا او قدام بيساة مركا قولك استاها كنت لقى شو هداي مارتي وحولا هلا اللي يهبل وحكشي يهبل وحكشي اي وقتك يلو مان وقتي اي بوينتس كبدان كل شيء لها انا ودك حقنا دعين لها انا كل ميا مركا كنت لقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين شيء 18 دقيقه اون دون يقارنيان علماء كسيو وحير دور نقطة أو جوابه يعني هذا الله هذا ماشي كسويره أيام أيام وحكة يا بهاية ندوه رئيس وحوي استدلال كآية ده هل سو دليشني أو لو دليشني إن أي قارة إيمان كقريان كاس وحوي ادعاء أي لفظ يا كشيء جانا يان قارة ميان ما هو حي اعتقاسيه إلهي وجود كسر وما يؤمن أكثرهم آيات أسود دنيشد وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون نعم جملة دني جملة حالوي وحاول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إيمان كأيكوها الله وما يؤمن أكثرهم بالله أي باللسان أي كذا الله يعني كشي قرية ادعوه ذا محيّل وحديد يهدي إيمان لقدوا إلا وهم مشركون إشراق ذات الإلهي الله شريك لو ذات كرادع عقيدي سئني نافعية ضارتها إنه ونقنية فكذلك أحاول عباده إلهي غير كلاسيون وايتها مرك إلا وهم مشركون هذه مر إشراق الوعدي إيمان بقلب وركس كسرا أو حيث نسيه إلهي وجود كسا آيات آخر كذا آيات دينية مسألة الله بعد أحاول نبدأ إن أي أشاعرة قيبيين توحيدك أي قيبيين هدي إلهيات يا سمعيات يا نبويات أي قيبيين وحاول يتاسمعها توحيدك إلهي أولا قيبي عقيدة أولا قيبية وحا أضمها عقيدين يا وحصبنا لإله سبحانه وتعالى
ووحدانية ديسا يوح إله وح أصلنا للنبي صلوات الله عليه وسلامه وبعث ديسا إيمان كسو لرميو يا سمعيات أو واحد قرآن خصوصنا ذا يوم الآخر وكميديا ولا جو هميو قيم تطويا أما مد أو مد أيده وحوي وحيكون صار صنطهاي عقيدة الجود إسلام كأول قيبنا يويتانا ونص القرآن كيا الله قيبنا يا آمن بالله ورسوله يوم القيامة ولا جو هميا ما هتوحي قيبيا أشاعرة أي توحيد قيبيا ما مد كلا أي أي يعني أي كنت عقيدة مثلا أي قريان أما أي إله لو تصف يا واجبت أي ليهن أشاعرة أي واجبتي وحاول وصفات القرآن كقصبنا هذا إله القرآن كحكوا عدينا إنه سميعه إنه بصيره إنه متكلمه إنه عالمه القرآن كقوة سويه كقوة يلا وحلاص يخترع ذي ماها مدك لاستقرها وحلاص يخترع ثاي ذي ماها وتقسيم كشاعر ذا يقيبون يان ماها مدى يبو استقراء كوي مادين تطبع مسألة مدى صدح وحاول استقرها أو شيخ الشيعي استقرها وحاول إنه دليله لمدي دلو لكن حقا له دليشنا استقراه لدليشنا يا ويان هذه استقرها تطبع على وجه رأي آياتها النصوص تا واحد تصير يعني دلالة ده استقرها توحيد كسرنا استقرها توحيد وكسرنا يوحوي مركل أنت لا تطبع آياتها لا في آياتها ظاهر كذا وحي لقى قاتبة توحيد كالوسوية أما لكن إسبين توده هي واحد آياتها يعني تفسير كذا كاستنباط بالله ده هي واحد لمدة توحيد كنا وتوقيف أو أدلة حديث أي قرآن كأي الوعد إليه استغراله مسوي استغراه شرع هذا أنت ذكر الدليل وقول قن يا وحنا استغراه ما كان لعك صباها هذا كأسره أما توحيد كأي استغراء تتبع لفهم أو معناه معنى الآية اللي يفهم يبقى الوسوى تاسع أنا جديد النهي مدة لبعض حوي شيخ هدوء لا إله هذا الكيان لقى له عين بالله وأنا لقى له عينيا وحال قدر يعني علبة ولا قدر رسول الله صلى الله عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله مرك أوليه الشيخ صلى الله عليه وسلم وحوي النبي كست الله صدر أمد الله صدر وحدانية لإله لإنه كده دعي إستغل رسولك إله حق الله صدر لأوليه نبي محمد هدو قدر محمد رسول الله نبي الله موسى وحي قدر موسى رسول الله مرك محمد رسول الله مدي ليس موسى رسول الله وعيسى رسول الله تاسا وتاسا يا رب حيا مسألة اللي بعد وحوي ربوبية هي ألوهية شيخ النفط وحقري إن أي ربوبية معاني لها هي ألوهية معاني لها نعم واسم واحد إله واسم إله واسم وعالم هو اللي بعالم مغلبة أوي ربنا واسمنا من أسماء الله سبحانه وتعالى والله اسم مسمى هذا هو واحد معاني ذا أي ليه وحوي مسمى هذا ويان معاني ذا كلا كنت سنة ينا اشتقاق لغصة اشتقاق لغصة اشتقاق رينا تتصف على ذات واحدة هل ذات يكون مبيسة ما يشاء واحد افتراق وقصة بحية مالها دي الله إله إيه سكست الله رضي إله يا رب لك لقينا يا وحاول ادعاء بعض الله وحاول أن نصوصنا عدينا نويتا يا نعم ألوهية ذا إيه ربوبية ذا إلى هذا هذه يعني وحاول وحي إله ذا وإنت عيدا دكس الله قراء ألوهية ربوبية قلت يا ونسبة للحيني وحاول توحيد منصوب إلى الإله بلقنية وتوحيد منصوب إلى رب بلقنية لما يكسوك لبحية لما دي ذكرة تعيدا هدان لسكين رسابين مركا ايضا اعتراضات كان ايهر لكن شيخ ايه انت دم دقيقها يا ايهر اسرع عني الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايه ولا ليال مسألة هور الله هذا أمر بالله ما هي مسألة اللي بجري مسائل كم إذا مواضيع كم إذا أمان ربعنا وحكشه أيضا وقت بيوري هاي وحوالي وحانا كهل لأنه ومسألة توحيدة وعقيدة وحان ذولي إن أمركا مسألة أمركي لقاها ضليه دينتو waxay ku soo degtay oo ku socotaa luqada carabiga lafdiga markii la sheego in lafdiga carabiga macnihiisa looga dhaadhiciyo waa wax loo baahan yahay tan labaadna macnaha ka laazimayo ka ratimayo in la sheego ayadana waa muhiim meesha waxa yaalo oo anagu aanu ku haysano nimankan waxa weeye
tawxiidka oo loo qaybiyo uluuhiya iyo rububiya. Tawxiidku waa asmaa wa sifaat, waxwaa tirada aqsaamta, yacni tawxiidka la qaybiyo saddex laga dhigay, waxna waa yacni lafdiga iyo nisbadiisa la nisbaynayo. uluuhiya macnaheeda uluuhiya macnaheeda lafdiga waxa la yidhaahdo oo waxa uu yahay lafdigu waa loo baahan yahay. Allah inuu ilaah yahay waanu garanay, oo huwa rabbi uu yahay. Allahu rabbukum wa rabbu aabaa'ikum alawwaliin. Laakiin lafdigan allah ah muxuu ahaa asalkiisu, intee ka yimid? Waa wax loo baahan yahay. Rububiya, rububiya markii la yidhaahdo lafdigan rububiya masdar miyaa horta muxuu yahay? Waa isweydiin. Yaa unisbaa ku jirtee macnaha uu keenayo waa maxay? Uluuhiya iyo rububiya waa macna loo baahanyay. Inaa laga qanciyaan rabnaa markaanu ku leenahay tawxiidka macnihiisii ma aana fahmin, aad u qaybisay noo fasir markaan ku leenahay lafdiga carabinimadiisa cadee ishtiqaaqiisa meesha aad ka keentay sarfiga muxuu ahaa? Wasankiisu, ficilkiisu muxuu ahaa? Masdarkiisuse muxuu yahay? Mucadamiya mise waa laazim? yaa unisbaa ku jirtee maxay tahay? yaa unisbadaan maxay faa'iideynaysaa, maxayse keenaysa? waa mid loo baahan yahay. Rububiya, uluuhiya iyo rububiya markii la yidhaaha sidaa loo qaybiyo oo lafdiga yaa unisbaha lagu daro, macnihiisa markii la fasiro taqaayur baa ka imaanay, taqaayur baa ka imaanay. ninkii luqada carabiga yaqaanana wuu dhadhaminayaa uluuhiya iyo rububiya wuu dhadhaminayaa. tan lagu daafacayo oo qismada la leeyahay ashcariya laga helay, aan fasirno iimaanka iyo waxidida ilaahay la waxidayo oo loo qaybinayo rububiya iyo uluuhiya iyo iimaanka waa kala yihiin rumaynta. markii ay qaybiyeen ashcariyo ay qaybiyeen ma tawxiid laba ahoo, midna rububiye la yidhahdo midna uluuhiye la yidhahdo, miyay u qaybiyeen? oomaysa qaybinin. tawxiidku waa hal, ilaahay daatadiisa sifaatkii ay lahaayeen oo ilaahay u waajibayey ayagoo weliba aan xasrayn oo bacdu sifaati alwaajibati lilaahi ilaahay ay yidhaahdeen iyo wax ka misaaliyeen oo samcigii iyo basarkii iyo qudradii iyo kalaamkii ay yidhaahdeen, ma aysan dhihin tawxiidu lqudriya, tawxiidu lkalaamiya, tawxiidu lsumuuciya, ma aysan dhihin. taas waa laga rabaa iyaga, tawxiid yacni loo nisbeeyo samci, tawxiid loo nisbeeyo ilaah yacni kalaam, ma aysan odhan. ee sifaatkii ilaahay uu lahaay oo u waajibay ayay bacdu ka sheegeen. tan kale qismada tawxiidka oo la leeyahay qiyaas ba yacni waxaa ku sugnaaya, wuxuu ku sugnaanayaa istiqra, alistiqra aan cilmi usuulka u noqone alistiqra ma masaa'isha furuucdaha loo deliishayaa mise mid kuwa usuuligaa lagu saleeya? waxa la isweydiin karo alistiqra marka waxa weeye tawxiidka uluuhiya iyo rububiya macnaha ay keenayso, macnaha ay keenayso in la caddeeyo, in la caddeeyo, taasaanu doonaynaa. ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur'aanka markuu ka warramayo luqdo kale idnac luqdada waxa weeye waa midu hadda sheekhu ka warramayay, haddii la yidhaaha tawxiidku waa laba oo ah aanu milicsanayno aayaadka macnahooda intaanu fiirino, istiqra horta lama yidhahda istinbaad baa la yidhahdaa macaanida aayaadka lagala baxaye, haddaan nina aayaha waxaan ka istinbaadaynaa in tawxiidku rububiye uluuhiye uu yahay, gaaladuna midka rububiyada ay yaqaaneen iimaansa uuna u noqonin, waxay noqonaysaa iqraarun bianna alkufaara lahum iimaan. gaaladu inay iimaan leeyihin baa meesha ka soo baxay, gaaladu inay iimaan leeyihiin yaa ka dhalanayso.
محي لي يعني آياته موحي نتصين يعني قولنا المشركين تهو عربتها مركي حجوة اللي قوبي حجوة مركي اللي قوبي او يعني موحي كجوابان اي وايين انا يرادين الله نسي وحي نتصين يسا ايمان تاسو حافصر قلنا قلنا يسا الله بدا مدى ايتها توحيد كإسلام كسو قليان ما أوصل كما سبنان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال هذا قفك سوء رميه إيمان لي ماذا إيمان كي سوء أقبله ما أهم مدى ربوبية دهو أتقانيه ألوهية لغا ربا توحيد الألوهية موصل لي نبو حدي قال هذا أكتور عام كأهي توحيد الربوبية أي قانين مدى إيمان ككبه قيان أوصنهين وكافين أوصنهين وحال الله شرد الله توحيد الربوبية إن إقران توحيد الألوهية إن إقران ما نصبنا ننتاس وحصبنا ثم وحي نظن يا سامرك قالوا إيمان بين الهي بين القرآن كله بين يا كإيمانس محي القرآن كله يبقى عدينا يا أكثر من مرة إن قالوا قال هاي المشركين هاي النار تنا يكو عريان وخلدين في النار اللي هي مركا وقت العيادة قبل وحن كذا بحياة شيخ إن شاء الله تعالى أنا ما بقينا هذا وراكي وراكي فرح ويري فعامل أهد الله عيد مسألة إلا أما الإن على سورة راعي لا يبدن وبلنا سورة بين بيتاس عيد مسألة اللي جوب جينا سواء منها أما الإن على سورة راعي أما قول عين الراعي إن مسألة لا يبدن بارت بلنا تنو الله عيد تاسن تاسن كذا بدر مسائل شوقي لا إله إلا الله محمد رسول الله وخلق ولا الكي معها نبي جيل أركب مركل الصوت در أيوه وحالو لازم يجي النبي الله محمد هدو اينا دمانتا انهم ايو نبي الله كبا وآيات قرآن مدى اعتري وحاولي ينجو هرجو ان يالا يسكوك كان بين يعني لقد بين ابو رن اعتري بين ابو رب معها توحيد الربوبية بل معنى يالا ايشك موحيد ايه توحيد الربوبية وحي كليين العديد وايها كالشاء وايها مركا لبدا مثلاً مرتين مرتين أنا أقول لكم شيخ مثلاً هذا تبي بسم الله وهو عربي مدة هذا أنا بسم الله هذا واحد كلام جري عربي هلا الصح وشيخ يري واحد شجع الإنسان إذا عربي في عنتين وتقانين بس شجع الإنسان وليه هذا نوع ميز كمان ماري أنا عربي هذا في عنا ما ننهن إن شاء الله وصلنا بكرة تي وده بيسوات يا وهو يان وحي أطاي من نظام كهراء إنوية اللي دقيقة مسلين من من نظام كهراء إنوية اللي مسلا هدنا إن قدقي راعت كغوضة هاللي لغوضة هاللي دونة وحي نظام كهراء إنوية اللي مسألة كستة لبصة عنوض أي أحد الدنيا دنيا كودة ماتف مركا تيوم بها هدنا آنيقا عن هرقلين إياه لكن وحكا وقال بلغة هاللي كرا أرتو بحوية المناقشة dad ka anaga meesha iskuuna halka ma la yiraahdo meeshan dadka meesha jooga dhalinyaro badan oo ajirada iyo wax kasta wataan waa dad cilmi doonayo munaaqashada hadda maanta ka socotana wax weyn baan ay kordhay ana wa dambo marka sidii loo wadi lahaa laakiin xogaa yar aan ilaalinna waxa yar yarkee oo ishiirka ahayn oo arimaha dawladaha ahayn oo idinkaas ku turtureysaan naga daay dad oo yaala walaadaad tiin waxaan loo baahay in aan anaga mid fiican tusaan waxaan markii hadda hadalkayga go'ay ka hadlayay in aqsaanta tawxiidka ayadaan culimadu dhihin saddex hebel iyo hebel iyo hebel weeye in kutubta ay ka buuxdo qarnigii sideedaadna uusan bilaaban bal waxa weeye ay bilaabdeen laga bilaabo aqsaantu la bilowdeen markay firaaqdu bilowdeen waxaan halkan idinku hayaa muxamed ibn isxaaq ibn khuseyma alimaam oo ka hadlaya asmaada ilaahay iyo sifaatkiisa qofka beeniya inuu gaal yahay waxa way marka waxay u cabiri jireen tawxiidullaahi fi asmaa'ihi wa sifaatihi walillaahi alasmaa'ul husna fiha waxa way marka tawxiidkaanu tawxiid ilaahay mid weeye saddex ilaah ma jiraan ilaahay mid weeye ilaahay asagoo mid ah huwa alilaahu wal ma'buud weeye wa huwa arrabbu fi af'aalihi khaaliqa weeye walahu alasmaa'ul husna was sifaatul ulaa waxaa la ka hadlay oo ibn taymiya sheekhu sheegay ka hor ibn manda
وغرنجي أفراد ويا صدق بقولي طبعاً بورش كورنا وكور رئيين مسألة كوسا أحسن استقرها الصوان اللي سكدي دنين استقرها بعدون آذين أحسن تنتفيت القرآن كهالله القرآن كسا وغيبيني القرآن كأوه وغيبيني يا مسألة ما أنتن الوجود ده هي أجعلده مركب في مبير ميان إيمان جزء من الإيمان هو هيستان لكن وكلنا ربطين وأنا كنت جاربين قرآن كإلهي باشيغي آيات كاشيغي وهو النبي قلنا واكه الله عليه الصلاة والسلام كل كي آيات سودكتي وهي إلهي عز وجل كو إلهي هميي وهم كدهين إيمان كوضا ظلمي صحابة واتي أرقى جحين وهي يرانا يا رسول الله من أنفتي سظلمني يعني قجرة سيدا فهمتين ما هم بويري وظلمي ما أركيسا وكه الله العبد الصالح وهو ظلمي قهل كان شرك قوي marka waxa way ayaga oo ilaahay rububiyadiisa rumaysan inuu abuuro oo irsaaqo ayay ilaahay la wadaajin jireen inuu yeliisa ayay la wadaajin jireen qeyrkiis marka walaalayaal waxa weys dadka muslimiinta ama meesha joogan waxaan u sheegayna anagu waxaan u taaganahay la ilaaha illallah muhammadur rasuulullah allah waxa way sifana way noqonaysa marka la yiraahdo rabbi la yiraahdo laakiin tawxiidka aqsaamtiisa in la qaybiyo hadda sheekha sharif khair allah si uu qirtay ashaaciradu maanta culimada xilayaan ma qaybin توحيد كشاعر شيخ وحير عقيدة وغيبية إلهيات بغيبية نبوات بغيبية سمعيات بغيبية وكتاب كنوي ما لنا غيبين عنه إلهيات ما هيت ووحي الله يا شيخ وشرح يا إلهيات وتقسيم كان لكم غيبسين أنه وحن الله أبو الحسن الأشعري صدح مرحلو صامر مر وحو أها معتزلي مرنا وحو أها ومرك أبو علي الجبائي وحبري أضيقي هويلي قضي مرنا ضرب كجري مركز صدحان نصلنا ذو الصلاط وأنا كهل دونا مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين بوكو الصلاط يا عليبان عن أصول الديانة دين تيدوا تاسلف كله في أحمد بن حنبل يوي شافع مالك بن أنس أنا واحد لنا كتابك يا صنة مسألة توحيدك يا تقسيم كذا تقسيم كلام مشاحة في الاصطلاح حديث حسن يا ضعيف يا موضوع ذو غيب سماع ولا اللي باقي بصي مركي في النبي تني وحاولت الله وامدوي توحيد كنا صدح لها قيبه بل قاربا الحاكمية كدرة هده ويرى توحيد أفراد باجرة علماني هوري قاربا كدرة توحيد الحاكمية لا مشاحة في الاصطلاح الله مدوي أقسامت توحيد كنا توي وحال لينا قرب دمانتين إنان تحقيق جنة أقسامتاس وأنا ميشا أنو قلت دوننا هده صفات كما نقلت دوننا بعد صلاة إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وحان ربا صدح قضب كليرا كاب قضب صدح وحاوي شهوباء علماني كتغيرا oo sheegay dhagabuur ka hadlay ahayd gaaladu iimaanka rabbi rumeyaan waxa amida been ku sheegaya ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka isku cadeynaya in iimaanka ikhlaas ka sheegay oo ay rumeyaan rububiyada fa idha rakibu fil fulki da'aw allaha mukhlisina lahu din wa idha ghashahu mawjun ka dulay da'aw allaha mukhlisina lahu din falamma najahum ilal barri idha hum yushrikun gaaladu tawxiid rububiyada ikhlaas bay ka ahayd rumeyaan ka sheegeen way aaminsanaayeen markay inaad ku dirto tirada been bay sheegeen waxa been ka sheegay xagga ficilka ee falki been ka sheegay أما إنه إلهي كله يهي وأسوه الرزاق يهي وأسوه فتاح يهي ومحيه يهي ترهم بك الشيكة ومع ذلك قال إعاين إخلاص إلهي فكو شيئين إخلاص كشيئين إيمانك ما قد يبقى تقرصت تصدق الله بعد حوي صفاتك اللفتر كواب قيب السنينك أو قيب السن صفة معنوية هي صفة معنى هي صفات سلبية هي صفة نفسية هي صفة فعلية هي صفة جامعة أنت تقول قيب السن حق إلهي كل شيء صفة نفسية أما صفة جامعة أما صفة فعلية أما صفة معنى معنوية تقول شيء إلهي صفة المعاني لا حق كل شيء نبي محمد حق كل شيء سلف قال ما هي أبو علي الجبائي بأوري من صفات غيبية وقارته غيبية أبو الحسن الأشعري حلا ياسك قاتي مركن الكورة دان أمها تقسيم كوي حتى صفات الغيبسان صفات هذه اللي هو غيبسان صفة نفسية نهدي الله حاجة استلاحي متكلمين تلفيري وصفة أنجري في ذبا وأنا إشارك بالله سبحانه وتعالى صفة نفسية حلوية قلنا روح مكو أو صفة كل ولا أو الإنسان ولاتين أما حيوان ولاتين صفات دوري كلاتها يبقى صفة نفسية اللي جالها إلهي خلقي يسوح ولا ذا مجرى وحول الله المجرم لكن صفة نفسه حل وصفة إلهي مخلوقات كساريس محورا إلهي لولا مخلوقات مجرم طلبات تصدح هذا حوي اسكوا دا استغراء اجتهاد انك بنايا توحيد القبطانيك وننك مقلد كنبي محمد وصحابه دي وحي قبين آمنسا انو قال يا امي مانكس وشيك كجر آمنسنتي نيكي يا نبي حوي قلوبا لقبا اما صحابه دا نكون راعي اما سلفا نكون راعي اما نكفكر ان توحيدك وحول نبي وشان قاتل هذا إيمانك سشكي بقى كوجي أثق قبطاني اللي حقول بنا كوجي أنت كشاعر محاولة جدا أنك استقرأ اجتهاد هو قبطاني وبالله يتفق
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحاجة شباب الربع دور قطب من رأينا هذا الكيد دمبيا عند بقلو مدى قواد هرتا للماشا كهلا وحايلة واقع سنة شريفك خير الله سيئ وودع عيني بحايلة موضوع عرمتي سعلمي وقلي تتكى يعني دودة وحا لقلي كرامركي وحا كذا قوالبتي هي مصطلحاتك علمي الروح ومرو بارنتي يعني وحي ميلاد كعبرتين كرتان لكن هذا الكهدون كروه ريجيستو ميلاد كعبر تلميس سؤال الحديث شرين نينا شحق ونعد الله شحق ولو شحق ورابع دهان تدكي شيء عجري خورت خير الله سيا شريف كرنتي قاد بانو بوغي مدى لوان وحو يري إيمان كي قالدو شاكتين زعمي بكاهي وشاكت بكاهي حقيت قيليسا قول الله تبارك وتعالى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض فرعون بلغني لقد علمت مزعمي با ندلوات وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا استيقان ويقين ويهب صدين مزعمي با فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون النبي قال مبدئ أبيك ويكو يقان لكن آيات كلها بيدينها الله سبحانه وتعالى لمنك ويقانين القرآن كان ينور شيئا جاي قال هذا الشيء إنه إله ويقنا سبحانه وتعالى وكان تصالحه كان قال حتى هو الثاني كي يكون هذا ترى هذا إلهي وكل شيء جاي سلالة مذم داسوي مدلوات وح بعدي هذا الله إسكهوري مد بعلم الكهلين أيه ده حضوضع وندون يا المشي مد كود وحوي شغل يحبره وإن كنا استقرار ما بتشرب شريك خير الله زي وكان وقت إحسان يحب الاستقرار وترى أرنتي استقرار وشرع ودليل شرعي ها هاتي وحا كوافقي الاخ مقعي زماق عنه صالح ما كوافقي وحا سأشبهك قلي استقرار وحقيل ودليل النقضاء سؤالنا على السوشي دي كتبت وصول الفقه قلبت كتبت وصول الفقه قهل النقضاء المستصفى للغزالي كتابك الرازي كتابك الليك ليلة دمارتي ابن حزمي كتبت وصول الفقه قلبت الاستقرار ودليل شرعي وجميع مسائل الدين وكل كل لود اللي شنكري هلا ولا أنت مسألة زي هذا توحيدك إنه كرب بل إسكوا بعرفه يعني اجتهادك إنه قولي كر توحيدك أبي قبلنا شاعر وزيد على الشيء على حسن مسألة أنا بعد وحوي توحيدك قريب أنت سيد أنا بقولك لا تجيب وهذا يورا واحد هذا أنا شاعر وتوحيدك ما قريب إنه لا إله إلا الله ما كنا قلنا شريف جواك واقع إنسان خير الله سيوحده ويقيبين لكن قريب أنت قريبين عقيدة أهيدة توحيد كما هي ما الفرق بين التوحيد والعقيدة ها فن ويوحني هذا التوحيد كما عودنا وفن هذا العقيدة كما عودنا وفن وحد قيب سوى وفن قيبتي مركة فرطة وقلادها انكرنا مركة كدب لدفاع ووحي أدو دليشتين بعضنا كد دفاعين وكد دفاع حجأوا كان وآير روحة ترانان استغرابة دليلة مركة كدب لنا قنعية سيدان أنا وحو كانين ماذا كانتو وحويان استقراغا توحيدك اللي هو دلشان كلا وصوش يقنا وحان يضل كلمة كلا يهي نسبة اهيد معنى الالوهية هنا لنفسره والربوبية هنا لنفسره وانفسرني لكن من الناحية اللغوية مركة اللغة مركة اللغة لابت الاله وحا ترى هذين واللفظ عالم معه الاله ليس باللفظ عالم لفظ عالم معه الاله الله هذا اللفظ عالم معه فرق بين الاله والله إله حق معناها فرق موضح هي إله وحا شيكتين مخلوقات فرضا إله أنا معناه ذو واحد بمعنى معبود سأصدر هذا القرآن كلمة التوحيد وحي أنفذي لا إله إلا الله معبود نتشر حق له عبدا الله هين مرك إله كلمة عالم معها اشتقاق يدنا وحا لك يعني من أله يأله إلها بلغك يعني هل كان اشتقاق ومصدر نسبيي ألوهيه ذا نسبر كلا نسبيينا ألوهيه ذو الأخ وحيري وحي كانت تغير بي كانت ما كانت تغير هذه أنا مثلا عدين لأي نسبيه وطيري لأي نسبيه ولأي نسبيه لا فنما لأي نسبيه ما تعبد بي كانت ما إلهي إن رب من الله نسبيه عبادة إنو كان إليها الله نسبيه أبورك إنو كان إليه مامنك الله نسبيه أسماء دي صفات كيسا إنو كان إليها الله نسبيه ما توحي كنيسة إلهي متعددي كلمة النسبة ما كانت تتعدد ما كانت لا لغة ولا اصطلاحا ما أنا قلت لأنه كل ما قرني ماذا قلته إن قال هذا هذه توحيد إيمان كيشيكتين أي مؤمنين كل قلها يانو ربوبيها أي
يعني أن التوحيد كاسي كفر الله لهين وحالله شرطيين لهابو يري إن أي يعني توحيد الألوهية اللي مادان وإن سأي وضعه شرطيس إن سأي وضع الله كقري مادام أين العبادة أقولي لأن المشركين ساس معنا الله 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 قريتان كفرها بأن إن كفر في الله وحا إن كفر لنا إله أقولي يشان بريدينا عبادتينا وحويديسينا كالما ضربكينا يعني سجودينا صلاة دينا إلا إله أقولي يشان فاسد مؤمنين كل مقاكرتان تهدد كسنتي وقالوه ورك مرتدي سواهوي ولا لها انت ككل انكر لوا ككل ان قيبينت التوحيد كساي كتيمد سبب كي كاني غورت بلابتي وها ادله اه وانو كاني لكن الا يا هدا وها لان كهين تقسيم كي توحيد كو قيبيان اشاعره الى نغا قنعيان قار كو ورورهو يرا ما جرا اي قار يرا وا جرا لكن ماها هدي لا يرا النبوات اي وها كو كلا سابسنت هي الهيات اي سمعيات صفات ما عاد انت سو قيبد كو قيبسين وخي مركا وا مساله علميه ومسألة قيب أقبليسة وحلو قيب كرا أفرتا كبدل ترون بالله قيب كرا سددك اللي وصي فهنسيه وحوا علوم توي علوم تصيد وضب قيبه بدن بأقبلي كرتا كل بوحا يكون حرم تروح دوح فهنسينيش قيبه فربنا سيو وفهمه سيما سيادة ردد با إيمانك إساقوا حلمي دا بوهدنا إلهي وحي لي إيمانكو أركانتي سوى اللح إسلامك أركانتي سوى شن هذا مع ذلك كله وحي سبو إيمانيسة الإيمان بسبو إيمانيسة تقسيمات كمرك شرعات وصمين وصامع علماء وصمين نحو دي بالنقو السمي أسل الفقه كي بالنقو السمي مصطلح كي بالنقو السمي توحيد كي بالنقو السمي واحد نقو السمي عروض كي بالنقو السمي واحد نقو السمي حتى مارت يعني علومتي فلسفة بالنقو السمي علومة المادية بين آدم كبرتاء سيسك إياه جيغرافيك إياه تقسيمات له تقسيم كسيدي سبب وشيدة اللي قال يوحوي إن دتك كمقلة يوحنا فهنسيه علماء الوحي لذا لا مشاحة في الإصلاح وحي لقوها الشيو oo dadku ku heshiyaan oo jeedadu ay tahay in wax lagu cadeeyo eebal male eebal male masalada waa masalada saafud aniga waa la yaabay markii masalada la soo qoray in taqsiim tooxiid baa laga doonaya tan walaaladu waxay shoogi doonaan balaha waxa la yaabana un baan dhacday taqsiim tooxiid qoladana waa qaybsi qolada taqsiimad ku dhib malaha wax mushkila ama laha wixii inuu daliil ku fadhiyo ma rasmi daliil ku fadhiyana waa ka aan sheegnay al istiqraawi wa daliil culimada bal ogol yihiin كحوق بدن أحد الأدلة آيات كليجية حديث كليجية أو حك حوق بدن أنت سو آيات هذا يسوت تجي أنت سو حديث سو يسوت تجي وهل معنى فايدي استغراقنا معناها سلينا هنا هل كاسانو كقادلي إلهي نوحنا قبل إنه كليجية هاي عبادة دي سكليجية هاي ولا عبد كرين عن كلا قبور لا عبد كرين ميد لا عبد كرين عد كلا وإحنا لو ذا تين كرين أفعاش سي الرب نبي دي سينو كليكو هاي أن كون كلا لما مولد أسماء دي سي صفات دي سينو كليكو هاي أن عدنا كشبهين الله سبحانه وتعالى عدنا أمائك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كلمك يا الله سبحانه وتعالى انت اسبوان كليين الى رب سبحانه وتعالى وبالله التوفيق مسألة كحكتان الانشيق يا ومولود مسألة كحكتان ومولود